أهلا بحضراتكم، أقدم لحضراتكم محاضرة بعنوان Glycolysis أو بيتسمى الباثوي باسم العلماء Embden Meyerhof Pathway Presented and prepared to you by Dr. مايكل عفت فخري Lecturer of Medical Biochemistry. الحقيقة قبل ما نتكلم عن Glycolysis عاوز اتكلم لحضراتكم شويه عن الترانسبورت اوف جلوكوز انتو سيلز، ازاي الجلوكوز بيدخل جوه الخلايا، وده الحقيقه موضوع مهم مرتبط بالانسولين ومرتبط بانواع خلايا، فخلونا نوضح الموضوع بشكل تفصيلي لانه ده مهم كمقدمه لموضوع الجلايكولز. مبدئيا جلوكوز cannot diffuse directly into the cells but enter by one of two transport mechanisms. الجلوكوز لوحده ما بيقدرش يدخل الخلايا، لكن عشان يدخل الخلايا بيحتاج وسيلة من اتنين من الترانسبورت ميكانيزم، في تو ترانسبورترز، نوعين من الترانسبورترز اللي بينقلوه، اي واحد منهم ينفع. النوع الاولاني صوديوم اندبندنت فاسيليتيتد ديفيوجن ترانسبورت سيستم، ده ترانسبورتر مش محتاج للصوديوم عشان كده بنسميه صوديوم اندبندنت، وفاسيليتيتد مش اكتف ترانسبورت. يعني ايه فاسيليتيتد؟ يعني الترانسبورتر موجود لكن مش محتاج اي تي بي. This system is mediated by a family of at least 14 glucose transporters in cell membranes. They are designated GLUT اختصار glucose transporter 1 to GLUT 14. They don't utilize اي تي بي وعشان كده بنعتبرهم facilitated مش active transport. ودول جوه المجموعة دي قلنا انه في 14 نوع بيشتغلوا بالطريقة دي. النوع الثاني صوديوم ديبندنت اكتف كو ترانسبورتر سيستم، وده صوديوم ديبندنت. يعني ايه صوديوم ديبندنت؟ يعني عشان ينقل جلوكوز لازم يبقى الصوديوم موجود وينقله معاه. اكتف لانه بيحتاج اي تي بي، ات يوتيلايز الصوديوم ديبندنت جلوكوز كو ترانسبورتر، بينقل الاثنين مع بعض جوه الخلية. بيتسمى SGLT اختصار صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر، ال S دي فور صوديوم، جي ال فور جلوكوز، تي فور ترانسبورتر، 1 ده رقمه لان هم في اكتر من نوع. It absorbs glucose against their concentration gradient, it utilizes ATP. والنوع ده هو اللي موجود. This system is active in intestine and kidney. في الانتستين عشان absorption of glucose from the intestine، في الكيدني عشان الري ابزوربشن اوف جلوكوز فروم ذا تيوبيولز باك تو ذا بلاد فور جلوكوز ري ابزوربشن. هنا دي مقارنه ما بين اهم انواع الجلوت، الجلوت اللي هم لو تفتكروا صوديوم اندبندنت فاسيليتيتد جلوكوز ترانسبورت. في نوع جلوت 1 و 3 دول شبه بعض قوي في وظيفتهم، جلوت 2 ليه سبيسيفيكيشن، جلوت 4 ليه الامور الخاصه بيه، مختلفين عن 1 و 3. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بينهم. جلوت 1 و 3 دول موجودين في موست تيشوز سبيشالي في البرين والريد سيلز. دول الكاركتر المهمه بتاعتهم انه ليهم لو كي ام. لو تفتكروا ايه الكي ام؟ دو السبستريت كونسنتريشن اللي بيدي نص الفي ماكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كمية الجلوكوز اللي لازم تكون متوفرة في الدم عشان جلوت 1 و 3 ينقلوها ويدخلوا بنص سرعتهم القصوى، يدخلوا جلوكوز إلى الخلايا. ده تعريف الـ KM، Substrate Concentration that produce half Vmax. فالحقيقة جلوت 1 و 3 يميزهم إنه حتى لو الجلوكوز قليل Low KM هيقدروا يشتغلوا بنص سرعتهم ويدخلوا كمية كافية من الجلوكوز إلى داخل الخلايا، وعشان كده بنعتبر إن ليهم هاي أفينيتي، إنهم يقدروا يشتغلوا حتى لو الجلوكوز كميته قليلة. Act on low concentration of blood glucose. طب ربنا عمل كده ليه؟ لأنه لو حضراتكم خدتوا البالكم جلوت 1 و 3 دول موجودين في البرين والريد بلاد سيلز، ودي خلايا تعتمد على الجلوكوز اعتماد كلي كمصدر للطاقة. فربنا عمل إنه حتى لو الجلوكوز قل، حتى لو في low concentration of blood glucose، وجود جلوت 1 و 3 ensure بيضمن انه في هيحصل basal uptake of glucose، هيحصل وصول للحد الادنى من الجلوكوز. حتى لو الجلوكوز كميته قليله في الدم هيوصل بكميه كافيه للبرين وللريد سيلز،
وعلى فكرة دخول الجلوكوز جوه الخلايا دي جوه البرين والريد سيلز انسولين اندبندنت، يعني بغض النظر عن وجود الانسولين وبغض النظر حتى لو الجلوكوز مش عالي قوي، حتى لو الجلوكوز واطي، جلوت 1 و 3 هيدخلوا جلوكوز. ليه؟ لان ربنا خلقهم ليهم لو كي ام، يشتغلوا حتى لو الجلوكوز قليل، ليهم هاي افينيتي فور جلوكوز. عكس جلوت 1 و 3 بقى جلوت 2 ده موجود في الليفر والبنكرياتيك بيتا سيلز. ولو حضراتكم تعرفوا الليفر بتحتاج الجلوكوز عشان تخزنه وتحوله لجلايكوجين، والبنكرياتيك بيتا سيلز دي اللي بتطلع الانسولين، فدي برضو مش محتاجين ندخل لها جلوكوز غير لو الجلوكوز عالي عشان تحس بمستوى الجلوكوز العالي ده وتبدأ تطلع انسولين. فالوظيفة بتاعت الجلوكوز في الخليتين دول بتقتضي ان الجلوكوز ما يدخلش غير لما يبقى تركيزه عالي، فعشان كده ربنا عمل جلوت 2 السبيسيفيك كاركتر بتاعته انه ليه هاي كي ام، بمعنى لو افينيتي، اكت اونلي اون هاي كونسنتريشن اوف بلاد جلوكوز، ما يشتغلش غير لما الجلوكوز يبقى عالي. هاي كي ام معناها ايه؟ انه مش هيوصل للسرعه بتاعته غير لما الجلوكوز يعلى قوي، ما يشتغلش غير على الجلوكوز العالي. ليه؟ لانه الوظيفه بتاعته انه بيعمل ستورج اوف جلوكوز ان ذا فورم اوف جلايكوجين ان ليفر سيلز. الحاجه الثانيه انه بيعمل بيتا سيل سنسيتايزيشن تو بروديوس انسولين، وبالتالي مش مطلوب يعمل ده غير مع هاي كونسنتريشن اوف جلوكوز. جلوت 4 دواء موجود في السكيليتال ماسلز والاديبوس تيشو والهارت، ودي انواع خلايا ما بتح ممكن انها تعيش من غير جلوكوز، لكن في حالة وجود الجلوكوز بشكل عالي بتستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة. السكيليتال ماسل تستخدمه كمصدر للطاقة، الهارت يستخدمه كمصدر للطاقة، الاديبوس تيشو ياخد الجلوكوز عشان يخزنه على شكل فاتس في الاديبوس تيشو. فالمجموعة دول يميزهم انهم طول ما الجلوكوز قليل هم مش هياخدوه، لكن لما الجلوكوز يعلى هيبتدوا يستخدموه استخدام مفيد ويقلل من مستوى الجلوكوز في الدم. طب دول ربنا عمل الكاركتر بتاعتهم ايه؟ جلوت 4 ايه الكاركتر بتاعتها اللي تناسب الوظيفة في المكان ده؟ جلوت 4 is present intracellular not transporting glucose but translocates to the cell membrane in presence of insulin only. ربنا عمل ان جلوت 4 اللي موجود في الخلايا دي اللي هم السكيليتال ماسل والاديبوس تيشو والهارت موجود intracellular جوه الخلايا، وما بيحصلوش translocation للسيل membrane غير في وجود الانسولين. فاللي بيحصل كده انه طول ما الجلوكوز قليل بره في الدم الانسولين مش موجود، وبالتالي جلوت 4 موجود جوه الخلايا دي ما بينقلش جلوكوز، والخلايا دي بتعيش معتمدة على الفاتس وعلى مصادر للطاقة تانية غير الجلوكوز. أول لما الجلوكوز يعلى في الدم الإنسولين كمان هيعلى في الدم، وبالتالي أول لما الإنسولين بيعلى في الدم جلوت 4 بيحصل له translocation للسيل ميمبرين بتاع الخلايا دي، ويبدأ يدخل جلوكوز عشان يساعد الجسم في إنه يقلل مستوى الجلوكوز في الدم والخلايا دي تستفيد بالجلوكوز. وعشان كده بنعتبر ان الخلايا دي هم الانسولين ديبندنت جلوكوز ترانسبورت. يعني لما بنتسأل حضراتكم تعرفوا معلومة من زمان انه الانسولين بيساعد على دخول الجلوكوز الى الخلايا عشان يقلل الجلوكوز في الدم، المعلومة دي صح، بس انهي خلايا؟ الحقيقة البرين والريد سيلز والليفر، كل دي خلايا بيخش فيها الجلوكوز انسولين اندبندنت، والتحكم فيها بنوع الجلوت اللي فيها. يعني جلوت 1 و 3 موجود في البرين، جلوت 2 هو اللي موجود في الليفر. امال ايه هي الخلايا اللي الانسولين لما بيزيد بيدخل جواها الجلوكوز عشان يقلل مستوى الجلوكوز في الدم؟ الحقيقه الخلايا دي هي السكيليتال ماسل والاديبوس تيشو. فالوظيفه اللي عاوزين نركز عليها انسولين ستيمولييت جلوكوز ابتيك ان سكيليتال ماسلز اند اديبوس تيشو، وهم دول الخلايا اللي فيهم انسولين ديبندنت جلوكوز ترانسبورت. ده مخطط بشرح بيه الجلوكوز ميتابوليزم في الميجور باثوي. بصوا يهمني ان حضراتكم تكونوا عارفين ان الجلوكوز اوكسيديشن اللي بيحصل في اجسامنا بيحصل بميجور باثوي، طريق اساسي هو طريق تكوين الطاقه، وبما انه اهم وظيفه للجلوكوز في اجسامنا هو تكوين الطاقه فده الميجور باثوي اللي بيحصل عشان يكون الطاقه في خلايانا. لكن في minor pathways استخدامات أخرى للجلوكوز مش غرضها تكوين الطاقة، مش الـ ATP، لكن غرضها تكوين مركبات تانية من الجلوكوز، البنتوزيس، الـ NADPH، الجلوكيورونيك أسيد،
دي بنسميها ماينور باسويز، الجلوكوز يمشي فيها عشان يكون مركبات معينة. لكن الميجور باسوي اللي الجلوكوز بواسطته بيكون الطاقة هو ده اللي قدام حضراتكم. الجلوكوز عشان يكون طاقة، يكون انرجي اي تي بي، بيعدي في كذا مرحلة. اول مرحلة فيهم هي الجلايكوليس اللي احنا هنشرحها في المحاضرة دي. فالجلوكوز عن طريق الجلايكوليسز، الجلايكوليسز ده بيحصل في السيتوبلازم ومش محتاج اكسجين، يعني الخلية لو ما فيهاش ميتوكوندريا هيحصل جلايكوليس، الخلية لو فيها ميتوكوندريا هيحصل جلايكوليس، الجلايكوليسز مش محتاجة ميتوكوندريا، بتحصل في السيتوبلازم ومش محتاجة اكسجين. فلو في اكسجين او ما فيش اكسجين، ايروبيك او انيروبيك سيل، برضو الجلايكوليسز دي هتحصل. ففي كل الاحوال الخطوة الاولى والاهم والمبدئية لعملية تكوين الاي تي بي من الجلوكوز هي لازم تعدي في الجلايكوليسز اللي بتحصل في السيتوبلازم من غير اكسجين. بعد كده بيتكون من الجلوكوز بالجلايكوليسز بيتكون 2 مولكيولز اوف بايروفيت. الخطوه الثانيه بيحصل حاجه اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروفيت. وفي الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروفيت بيتحول البايروفيت الى اسيتايل كو اي. بس الكلام ده ما بيحصلش غير في وجود الميتوكوندريا وفي وجود الاكسجين. فلو خليه ما فيهاش ميتوكوندريا او ما فيهاش اكسجين الخطوه الثانيه دي مش هتحصل. امال ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ لو الخليه انيروبيك بمعنى ما فيهاش اكسجين وما فيهاش ميتوكوندريا، يعني ما فيش غير السيتوبلازم، الحقيقه هتبقى مضطره انها ما تكملش في سكه الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، لكن هتبقى مضطره انها تتحول الى من بايروفيت الى لاكتيت. لكن لو الخليه فيها ميتوكوندريا وفيها اكسجين وعملت خطوه الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، ساعتها هيبقى في الخطوه الاخيره ان الاسيتايل كو اي ده هيخش في حاجه ثالثه اسمها كريبس سايكل، ودي برضو ما بتحصلش غير في الميتوكوندريا في وجود الاكسجين. وفي الحاله دي الاسيتايل كو اي هيتحول الى سي او 2 اتش 2 او اي تي بي. كل الخطوات دي بتكون انرجي، بتكون اي تي بي، لكن ده التقسيمه دي بتعتمد على هل في اكسجين وميتوكوندريا ولا ما فيش اكسجين وما فيش ميتوكوندريا، التقسيمه هنا. لكن في كل الاحوال الجلايكوليسز لازم تحصل. فالجلايكوليسز هو الباسوي الرئيسي جدا اللي لابد ان الجلوكوز يعدي فيه عشان يكون طاقه، بغض النظر بقى عن الخليه فيها اكسجين او ما فيش، فيها ميتوكوندريا او ما فيش. في كل الاحوال الجلوكوز هيتحول الى بايروفيت، وبعد كده هيتحدد سكه البايروفيت هتمشي ازاي بناء على الايروبيك او الانيروبيك كونديشنز زي ما حضراتكم شايفين في السلايد. Definition of glycolysis. ايه تعريف الجلايكوليسز؟ It is a cascade of reactions. هنعرف بعد كده ان هما 10 reactions، مجموعة من الخطوات اللي ورا بعض، 10 خطوات وظيفتهم that convert glucose into two pyruvate molecules. زي ما فهمنا دي الخطوات المبدئية عشان نطلع الطاقة من الجلوكوز، بنحول فيهم الجلوكوز إلى 2 pyruvate molecules، وبنقف عند البايروفيت ما دام في اكسجين. When oxygen is available هنقف عند البايروفيت. لكن في حالة عدم وجود الأكسجين الجلايكوليسز بتكمل خطوة تاني بنسميها الأنيروبيك جلايكوليسز، وبيتحول البايروفيت ده إلى لاكتيت or into lactate when oxygen is not available أو مفيش ميتوكوندريا. ليه بتتعمل الجلايكوليسز دي؟ بتتعمل عشان تكوين الطاقة، aiming at the production of ATP. ده الغرض الاساسي، لكن الحقيقه في مركبات تانية بتتكون بتبقى مفيده برضو and other intermediates. هناخد في الاخر حاجه اسمها الامبورتانس اوف جلايكوليسز، ليها فوائد كتيره جدا غير الطاقه. الحقيقه الجلايكوليسز لما بنمشي عكسها، يعني لما نبدا بالبايروفيت ونمشي بعكسها لغايه لما نوصل للجلوكوز، بتنفع بطريقه ما في انزيمات بتتغير، لكن دي اسمها جلوكونيوجينيسيس اللي هو تصنيع الجلوكوز. is also utilized in its opposite direction in gluconeogenesis. بتحصل فين؟ زي ما قلنا it occurs in the cell cytoplasm of all tissues of the body. ده السايت بتاع الجلايكوليس. مهم جدا حضراتكم تكونوا عارفين انه في السيتوبلازم مش في الميتوكوندريا، عشان في خلايا ما فيهاش ميتوكوندريا، والميتوكوندريا حضراتكم تعرفوا انها يعني مصنع الطاقه في الخليه. فلو خليه ما فيهاش ميتوكوندريا هتجيب طاقه منين؟ الحقيقه هيبقى مصدر الطاقه الاهم فيها هو الجلايكوليس.
وعشان كده هنكمل ونقول ايه، انه ان كانت الجلايكولوزيس بتحصل في السيتوبلازم of all tissues of the body it is especially important، ليها اهميه خاصه جدا في التيشوز ذات لاك اوكسجين اور ميتوكوندريا. اشمعنى في الخلايا دي اللي ما فيهاش اوكسجين او ما فيهاش ميتوكوندريا الجلايكولوسيس اهميتها بتزيد؟ الحقيقه اهميتها بتزيد لانه في الخلايا دي جلايكولوسيس is the only source of energy of these tissues، هيبقى جلايكولوسيس هو مصدر الطاقه الوحيد. or in tissues that can't use other sources of energy like fatty acids، هي في خلايا فيها ميتوكوندريا فيها اكسجين لكن ما بتستخدمش غير الجلوكوز. ليه؟ حاجه زي البرين مثلا، برين الفاتي اسيدز ما بينفعش انها تخش له بسبب البلاد برين بارير، فالجلوكوز هو مصدر الطاقه الرئيسي. وبالتالي بما ان الجلوكوز هو مصدر الطاقه الوحيد او الرئيسي بالنسبه للبرين في الاوضاع العاديه، فهيبقى بيستخدم دايما الجلايكولوسيس، شغال جلايكولوسيس دايما دايما عشان هو ما عندوش غير الجلوكوز يجيب منه طاقه. Glucose is the main source of energy of these tissues. زي البرين وهيتيجي بعد كده تاني. اخر نقطة في الديفينيشن يهمني انها تكون فاكرينها، احنا في الاول عرفنا الخطوات وبعد كده عرفنا المكان اللي بتحصل فيه الجلايكوليسيس. اخر نقطة يهمني انكم تعرفوا ان الجلايكوليسيس دي هي مهتمة جدا بالجلوكوز، لكن هي كمان بتشتغل على كل انواع الكربوهيدرات. دي السكة بتاعت كل الكربوهيدرات عشان تجيب طاقة. Glycolysis is the principal route of metabolism not only for glucose but also for fructose, galactose and other dietary carbohydrates but they enter glucose through specific glycolysis through specific intermediates. يعني الفركتوز والجلاكتوز بيبدأوا ازاي، بيخشوا ازاي؟ احنا عندنا لما هنشرح الجلايكوليسيس هتلاقوا البداية جلوكوز. الحقيقة الفركتوز والجلاكتوز والأذر كربوهيدراتس بيخشوا الجلايكوليسيس من خلال مركبات وسيطة في الجلايكوليسيس، يعني بيخشوها في النص وبيكملوا فيها فتظل انها عامل باسوي مشترك ما بين كل الكربوهيدرات. تاني هنتكلم عن الانتراسيلولار سايت والتيشو ديستريبيوشن اوف جلايكوليسيس بتحصل فين. زي ما قلنا it occurs in the cytoplasm of all tissues but specially important in، هنذكر تفصيلا ايه هي التيشوز اللي هي الجلايكوليسيس مهمه فيها. نمره واحد الاربيزيز. اشمعنى الاربيزيز؟ لان ما فيهاش ميتوكوندريا، بالتالي بما ان ما فيهاش ميتوكوندريا فبالتالي ما فيهاش مصادر للطاقه غير الجلايكوليسيس انها تمشي انيروبيك. كورنيا ولينس وسام بارتس اوف ريتينا بيكوز ذي هاف ليميتد بلاد سبلاي اند لاك ميتوكوندريا. الكيدني مدلة والتستيكلز واليوكوسايتس اند وايت ماسل فايبرز وير ذي ار ريلاتيفلي فيو ميتوكوندريا، كل دول لان ما فيهمش ميتوكوندريا بالتالي ما عندهمش بيصنعوش طاقه من مصادر كتير، عندهمش مصدر طاقة غير ان الجلوكوز يمشي في الجلايكوليسيس. وفي الحالة دي بما انه مفيش ميتوكوندريا فالجلايكوليسيس هتمشي انيروبيك والبايروفيت هيتحول الى لاكتيت، مش هيكمل في سكة الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن كريبس. الكونتراكتنج ماسلز ليه؟ لانه الكونتراكتنج ماسلز اثناء الكونتراكشن بتعمل اوكلوجن للبلاد فيسلز وايز ماسكولار كونتراكشن ذات ديكريزز اوكسجين، وبالتالي مفيش اوكسجين وبالتالي برضه هيبقى مصدر الطاقه هو الجلايكوليسيس لان مش هكمل في الاوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن وكريبس، وبالتالي هيبقى الباسوي هيكمل ناحيه اللاكتيت مش هيكمل ناحيه الكريبس سايكل. اخر حاجه البرين، وزي ما قلت لحضراتكم ليه البرين بنعتبره مهم الجلايكوليسيس فيه على الرغم من انه بيحتوي على اكسجين وبيحتوي على ميتوكوندريا. الحقيقه البرين بيهمه الجلايكوليسيس لانه فاتي اسيدز can't pass the blood-brain barrier. So brain drives most of its energy from glycolysis. Brain ملوش مصدر غير الجلوكوز، لكن بما انه بيحتوي على ميتوكوندريا واكسجين فالحقيقة هو مش بينتهي عند اللاكتيت لكن بيكمل في سكة كريبس سايكل وبينتهي عند CO2 H2O والATP. الحقيقة هنا في كلينيكال ابلكيشن مهم لقصه المسل فايبرز وتعاملها وجود الاكسجين والميتوكوندريا فيها. بنقول كده on the basis of the speed of contraction and metabolic properties skeletal muscle fibers may be classified into three types. Type 1 slow twitch oxidative, type 2A fast twitch oxidative glycolytic, type 2B fast twitch glycolytic. دول ثلاث انواع من السكيليتال ماسل فايبرز. في نوع بيستخدم بسرعه جدا
ولانه بيستخدم بسرعه جدا فبيعمل كونتراكشن سريع فبيقفل الاكسجين خالص، وما دام قفل الاكسجين خالص يبقى مضطر انه يعتمد توتالي كمصدر للطاقه على الجلايكوليسيس لانه الاكسجين ما فيش، اللي هو النوع تايب 2 بي فاست تويتش جلايكوليتيك، مصدر الطاقه الوحيد فيه هو الجلايكوليسيس. تايب 2 اي دو سريع بس سريع بدرجه يعني اقل من ال 2 بي، وبالتالي الكونتراكشن موجود وبيقفل الاكسجين، لكن في نفس الوقت الاكسجين بيوصل ولو بدرجه قليله، فشغال كمصدر للطاقه بنوعين، الجلايكوليسيس بتدي له طاقه لانه احيانا بيبقى الاكسجين مقفول وكميه الاكسجين قليله، لكن كمان بيشتغل بطريقه الاكسيديشن انه هيكمل في الميتوكوندريا ويجيب طاقه من الميتوكوندريا والاكسجين اللي موجود فيها، وبالتالي هو بيعتمد على الاثنين فبيسموه اوكسيديتيف جلايكوليتيك. النوع الاولاني خالص اللي هو تايب 1 ده هو سلو تويتش، وبالتالي الكونتراكشن ما بتلحقش تقفل الاكسجين، فالاكسجين موجود بكميه كافيه مع الميتوكوندريا، وبالتالي هو شغال بالاكسيديشن بيجيب انرجي عن طريق الاكسيديشن اللي بتحصل في الميتوكوندريا، وده بيجيب طاقه اكبر. بالمناسبه من حيث كميه الطاقه تايب 1 ده اللي هو شغال بالسلو تويتش الاوكسيديتيف ده كميه الطاقه اللي عنده كبيره قوي لانه شغال بالميتوكوندريا، لكن تايب 2 بي اللي هو شغال بالجلايكوليتيك بس ده عنده كميه الطاقه قليله لانه معتمد على مصدر واحد اللي هو الجلايكوليسيس في الانيروبيك، وده بيكون كميه طاقه قليله وبيكون لاكتيت، لكن هو ده المصدر الوحيد فهي مقفوله عليه كده. عشان يوضح الفرق، الناس اللي بيتدربوا للسباقات الجري في منهم نوعين، في نوع بيتدرب على سباق الماراثون الطويل قوي، لكن في نوع بيتدرب على سباق اللي هو 100 متر جري، فده بيجري بسرعة قوي بس وقته قليل. اهو اللي بيجري بسرعة قوي وقته قليل 100 متر جري دول اهو ده بيستخدم التايب 2 بي اللي هم الفاست تويتش والجلايكوليتيك، وده ما يقدرش يكمل فترة طويلة بالطريقة دي. ليه؟ لأنه عضلاته هتوجعه بسبب تكون اللاكتيت، اللاكتيت بيزيد في كميته في المصل فبيقف، مش هيقدر يكمل فترة طويلة. عكس اللي بيجري الماراثون ده بيستخدم بقى السلو تويتش فايبرز، ودي اوكسيديتيف تفضل تكون طاقة عادية وما يتكونش اللاكتيت اللي يعمل سيفير مصل، وده غرض التدريب للناس دول انهم يتعلموا ازاي يتأقلموا مع جري مسافة طويلة ويستخدموا السلو تويتش من غير ما يستخدموا الجلايكوليتيك اللي هي السريعة الفاست تويتش اللي هتسبب قلق. الكلام ده مشروح في الكلام اللي جاي بيقول لكم short term sudden energy output is derived from glycolytic fibers. لو واحد هيجري وقته قليل short term بس sudden energy يعني هيحتاج طاقة سريعة جدا بكمية كبيرة في وقت قليل، ساعتها هيحتاج the glycolytic fibers اللي هي particularly type 2B have few mitochondria with relative enrichment of myofibrils and poor capillary blood supply. كمية الأكسجين اللي بتوصل لها قليل، poor capillary blood supply و few mitochondria، وبالتالي thus these fibers can perform a large amount of work in a short period of time. In contrast to slow twitch fibers which are rich in mitochondria have good capillary blood supply and power sustained of efforts. تقدر تستمر الفترة. هنبدأ دلوقتي في steps of glycolysis. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انه glycolysis بتكون من 10 خطوات. الخمسة الاولانيين منهم بيحصل فيهم تكسير للجلوكوز اللي هو 6 كربونات الى مركبين، كل مركب منهم 3 كربونات. وخلال مرحلة التكسير دي احنا بنخسر طاقة، بنستهلك طاقة 2 ATP. طب ازاي احنا بنستهلك 2 ATP وهو غرض الجلايكوليسيس اساسا زي ما فهمنا انه يكون ATP؟ الحقيقه دي مرحله مبدئيه فيها بنحتاج طاقه عشان نكمل بعد كده في المراحل اللي بعد كده اللي فيها هنكون طاقه. الخمس خطوات اللي بعد كده فيهم بيتكون طاقه وبيتكون 4 ATP. ال 4 ATP ناقص 2 خسرناهم في المرحله الاولى هيبقى النت energy gain 2 ATP. بس كمان بيتكون في الخمس مراحل في الخمس خطوات الاخرانيين اللي هي المرحلة الثانية بيتكون 2 ناد اتش اتش. لو في ميتوكوندريا الاثنين ناد اتش اتش دول بيخشوا في الريسبيراتوري تشين وبيكونوا المزيد من ATP اللي بيتحسب برضو مع الجلايكوليسيس في حساب الطاقة. خلونا نقرأ ونحاول نفهم. glycolysis pathway
occurs in cytoplasm and consists of 10 steps. The first 5 steps result in one molecule of glucose being converted to 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. يبقى ده اسم المركب اللي بيتكون من 3 كربونات اللي اتكسر ليه الجلوكوز بعد الخمس خطوات. glyceraldehyde 3-phosphate at the expense of 2 molecules of ATPs. والمرحلة دي بيسموها energy investment phase. The second 5 steps result in the formation of 4 ATP molecules with the net production of 2 ATP and 2 NADH molecules per 1 molecule of glucose. ده النت energy اللي في الآخر ودي بيسموها energy generation phase. المخطط اللي قدام حضراتكم ده بيوري الـ steps of glycolysis مشروح فيه الكيميكال فورمولا وأسماء الإنزيمات والكوإنزيمز والكوفاكتورز. الحقيقة مش مطلوب من حضراتكم الفورمولا بتاعت أي مركب، لكن دي بس للتوضيح. لكن مطلوب من حضراتكم إنكم تعرفوا كويس أسماء الإنزيمات والكوإنزيمز والكوفاكتورز، لأنه التغير في أي تغير في أي إنزيم أو نقص أي كوإنزيم أو كوفاكتور الحقيقة بينشئ أمراض بينتج عنها تراكم لمركبات معينة ونقص مركبات معينة، وكل دي كل نقطة منهم مهمة جدا. فالحقيقة مش هنفهم الأمراض بشكل صحيح إلا إذا عرفنا دور الإنزيمات ودور الكوإنزيمز بشكل كويس ومكانهم فين وسط المركبات، عشان لما أقول مثلا إنه بينقص الإنزيم الفلاني ففي مركب معين نقص في مركب معين زاد، وده مش هيتفهم غير من خلال شرح الستيبس. اللي قدام حضراتكم دي أول 5 خطوات اللي هي تحويل الجلوكوز اللي هو 6 كربونات زي ما هو قدام حضراتكم إلى 2 مولكيولز من مركب ده اللي هو جليسرالدهايد 3-فوسفيت اللي هو بيتكون من 3 كربونز زي ما هو قدام حضراتكم. الخطوة الأولانية بيتضاف فوسفيت، أو للدقة بيتنقل فوسفيت من مركب الـ ATP إلى الجلوكوز، فيتحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6-فوسفيت. اي انزيم بينقل الفوسفات بيبقى اسمه كاينيز، فاسم الانزيم هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز، دول انزيمين مختلفين اي واحد منهم ينفع يعمل الدور ده. بينقل الفوسفات من اي تي بي الى الجلوكوز فيتحول اي تي بي الى اي دي بي في وجود مغنيسيوم، ويبقى تحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفات. بعد كده يجي انزيم اسمه فوسفو هيكسوز ايزوميريز، دي الخطوه الثانيه، بيحول الجلوكوز الى فركتوز، وده مجرد تحويل الألدهيد لكيتون، وعشان كده بنسمي الإنزيم أيزوميريز، فيتحول الجلوكوز 6 فوسفيت إلى فركتوز 6 فوسفيت. بنضيف بعد كده الخطوة الثالثة بيضاف فوسفيت تانية لمركب الفركتوز 6 فوسفيت، بتضاف في كربونة نمرة 1، فيتكون فركتوز 1-6 باي فوسفيت أو داي فوسفيت. واسم الانزيم اللي بينقل الفوسفات من الاي تي بي زي ما قلنا كاينيز، هنا اسمه فوسفو فراكتو كاينيز لانه بيضيف الفوسفات في كربونه نمره 1، فاسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1 بيختصر بي اف كي 1. اي تي بي اتحول لاي دي بي والفوسفات اتنقلت وبرده في وجود مغنيسيوم. فوسفو فراكتو الفراكتوز 1-6 باي فوسفات ده مركب بيتكسر عن طريق انزيم اسمه الدوليز اي اور بي، يتكسر لثلاث كربونات وثلاث كربونات. جزء المركب اللي فوق بيطلع اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، الثلاث كربونات اللي تحت بيطلع اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفيت كده. لو ده بيحصل عن طريق انزيم اسمه الدوليز اي اور بي. خلي بال حضراتكم كده كده بقى عندي مركبين ثلاثيين، ثلاثي الكربون ترايوزس يعني، مركب اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ومركب اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفيت. بما ان المركبين ترايوزس ففي عن طريق انزيم اسمه ايزوميريز ينفع نحول دوا لدوا او العكس، هو انزيم ريفرسيبل. فالحقيقه ده اللي بيحصل انه تحول الداي هيدروكسي استون فوسفيت الى جليسرالدهايد 3 فوسفيت، وبالتالي كده تكون عندي 2 جليسرالدهايد 3 فوسفيت. ودي الخطوه الخامسه والاخيره في النصف الاولاني من الجلايكوليسيس اللي هي مرحله الانرجي انفستمنت فيز. في المرحلة دي زي ما حضراتكم شفتوا ان انا استهلكت 2 ATP، ATP في خطوة الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز، وفي خطوة الفوسفوفراكتوكاينيز 1. السلايد اللي قدام حضراتكم دي بنشرح فيها الـ 5 steps التانيين، الجزء التاني من الجلايكولوسيس اللي هو الانرجي جينيريشن فيز. بيبدأوا بجليسرالدهايد 3 فوسفات،
2 مولكيولز اوف جليسرول داي 3 فوسفيت، وزي ما حضراتكم شايفين هنا كل الخطوات فيها 2 مولكيولز عشان احنا بنبدأ ب 2 مولكيولز اللي جم من واحدة جلوكوز. بنمشي في الخطوات لغاية لما نوصل للبايروفيت، ولو ما فيش اكسجين او ميتوكوندريا بيتكون من الاثنين بايروفيت اثنين لاكتيت، لكن لو في اكسجين وميتوكوندريا بيبقى نهاية الجلايكوليسيس عند خطوة الاثنين بايروفيت. الاثنين جليسرال داي 3 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه جليسرال داي 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، ده بيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية دي هيدروجينيز، بيشيل هيدروجين فبيحول ناد إلى ناد اتش اتش، وهنا اتنينات لأنه احنا عندنا تو مولكيولز. الحاجة التانية إنه بيضيف فوسفيت، وهنا الفوسفيت بيتضاف مش من اي تي بي لكن من ان اورجانيك فوسفيت، فبيخش الفوسفيت وبيشبك في الكربونة نمرة واحد، وبيتكون مركب اسمه 1 و 3 1 3 داي فوسفوجليسريت 2 مولكيولز منه. الحقيقة ال 1 و 3 داي فوسفوجليسريت دو بيحتوي على فوسفيت في كربونة نمرة واحد، والفوسفيت دي هاي انرجي، ولأنها هاي انرجي فينفع انها تشبك على طول مع ADP فيكون ATP. وطريقة تكوين الـ ATP بالطريقة دي اسمها Substrate Level Phosphorylation. عشان اشرح الحتة دي خليني اوضح لحضراتكم انه تكوين الـ ATP ممكن نسميه Phosphorylation. ليه؟ لانه هو عبارة عن ADP وبيضاف فوسفات عليها الـ ADP فيتكون ATP اللي هو الأدينوسين ترايفوسفيت. بجيب الأدينوسين داي فوسفات اللي هو ADP ويضاف له واحدة فوسفات فيتكون ATP اللي هو الأدينوسين ترايفوسفيت، فبيسموها فوسفوريليشن. بس الفوسفوريليشن دي لازم يصاحبها طاقة. ليه لازم يصاحبها طاقة؟ لأن الرابطة اللي هتتكون ما بين الـ ADP والفوسفات دي هاي انرجي بوند، بوند محتاجة طاقة، فعشان تتكون الرابطة دي محتاجة يبقى فيه طاقة موجودة. الطاقة دي بنجيبها منين؟ بطريقة من اتنين، يا إما من أكسيديشن بيحصل في الريسبيراتوري تشين في الميتوكوندريا، نقل للإلكترونات في الريسبيراتوري تشين بيطلع طاقة، والطاقة دي بناخدها ونستفيد بيها في تحويل الـ ADP إلى ATP، وفي الحالة دي بنسمي الطريقة دي Oxidative Phosphorylation. في طريقة تاني اسمها Substrate Level Phosphorylation، إنه في مركب Substance Substrate بيتفاعل مع إنزيم. Substrate ده بيحتوي على High Energy، هو نفسه محتوي على High Energy Phosphate، فناخد الفوسفيت بالHigh Energy وتضاف مباشرة على الـ ADP فيتكون ATP، وهنا في الحالة دي بيسموها Substrate Level Phosphorylation، حصلة الفوسفوريليشن من غير أكسيديشن لكنها حصلت مباشرة على مستوى Substrate. من أشهر أمثلة Substrate Level Phosphorylation في جسمنا اللي بيحصل قدام حضراتكم ده في تحويل الـ 1,3 باي فوسفوجليسريت أو داي فوسفوجليسريت إلى 3 فوسفوجليسريت. هنا في فوسفيت هاي انرجي في الكربونة نمرة واحد هتضاف على الـ ADP فيتحول إلى ATP، دي اسمها Substrate Level Phosphorylation. وطبعا هما اتنينات لأنه أنا عندي 2 molecules of 1,3 diphosphoglycerate هيتحولوا ل 2 molecules of 3 phosphoglycerate، وهيطلع 2 phosphate يتضافوا على 2 ADP يتحول إلى 2 ATP. الخطوة دي بتحصل فيها نقل فوسفات، فبتحصل بإنزيم اسمه كاينيز، واسم الإنزيم Phosphoglycerate Kinase. الخطوة اللي بعد كده بننقل الفوسفات من الكربونة نمرة 3 للكربونة نمرة 2. الإنزيم اللي بينقل فوسفات جوه نفس المركب يعني كاينيز ينقل فوسفات من مركب لمركب، لكن لما هنقل فوسفات جوه نفس المركب اسم الإنزيم ميوتيز، فننقل الفوسفات من الكربونة نمرة 3 للكربونة نمرة 2 ويبقى اسمه 2 فوسفوجليسريت. ليه بنعمل كده؟ الحقيقة احنا بنحاول نخلي الفوسفات اللي هي موجودة دي هاي انرجي عشان تبقى ينفع نستخدمها في Substrate Level Phosphorylation زي اللي فاتت، هي كده low energy لكن احنا عاوزين نخليها هاي انرجي. طيب بنعمل كده ازاي؟ اولا بننقلها للكربونة نمرة 2 عن طريق انزيم اسمه ميوتيز، بعد كده بنشيل مية عن طريق انزيم اسمه إينوليز، فالإينوليز ده بيشيل مية من هنا OH وH، وبيتكون مركب اسمه فوسفوينول بايروفيت. الحقيقة الفوسفوينول بايروفيت ده بيبقى هاي انرجي فوسفيت، ولأنه هاي انرجي فوسفيت
فبينفع ناخد الفوسفات دي على طول ونحطها على ADP فتكون ATP، ويبقى المركب اللي اتكون اسمه إينوالبايروفيت لأني شلت منه الفوسفات، ومرة تاني لأني هنا بنقل الفوسفات فاسم الإنزيم كايناز، اسم الإنزيم بايروفيت كايناز لأنه بينقل الفوسفات من مركب الفوسفوإينوالبايروفيت على الـ ADP فيكون ATP وتكون مركب الإينوالبايروفيت. بالمناسبة اسم الإنزيم اللي بيشيل المية إينوليز، كلمة إين مقطع إين ده معناه دبل بوند، فهو لأنه الخطوة دي أوجدت دبل بوند فسموه إينوليز. الإينوالبايروفيت ده مركب أنستيبل سبونتينيوسلي، بيحصل إعادة ترتيب للمولكيول فيتحول إلى 2 بايروفيت من غير إنزيم ولا حاجة، ودي الخطوة الخامسة والأخيرة في الجلايكوليس. لو الخلية بتحتوي على أكسجين وميتوكوندريا هنقف عند خطوة الاثنين بايروفيت، لكن لو في نقص أكسجين أو ما فيش ميتوكوندريا في الخلية زي خلية الأربيسيز، زي الكونتراكتنج ماسل، زي اللينس والكورنيا، الأماكن اللي احنا قلنا أنه لها أهمية خاصة في الجلايكوليسز، ساعتها الاثنين بايروفيت عن طريق إنزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز بيحول الاثنين ناد اتش اتش الاثنين ناد من ناد اتش اتش اللي كانوا اتكونوا هنا دول. فخطوة الجليسرال داي 3 فوسفيت دي هيدروجين نرجع نعيد استخدامهم عشان نرجع تاني منهم الاثنين ناد، ونحط الهيدروجينتين على البايروفيت فهيتحول الاثنين بايروفيت الى اثنين لاكتيت، وفي الحالة دي الجلايكوليسز هيبقى اسمها انيروبيك جلايكوليسز، ويبقى الاند برودكت بتاعتها هو اللاكتيت مش البايروفيت. تعالوا نقرا الستيبس اوف جلايكوليسز بالكلام ونحاول نفتكرهم مره تاني. جلوكوز از كونفرتد تو جلوكوز 6 فوسفات ان ا رياكشن ذات يوزز اي تي بي اند برودوسز ادينوسين داي فوسفات. This is done by hexokinase enzyme in all tissues and in the liver by glucokinase. الهيكسوكينيزو والجلوكوكينيز في مقارنة مهمة هتيجي بعدين ما بينهم لأنه في فروق مهمة ما بينهم. Unlike glucose which can diffuse through the transporters on the cell membrane, glucose 6 phosphate is obligated to the intracellular compartment. المعلومة دي مهمة وهنستخدمها وليها تطبيق كلينيكال مهم جدا، ان الجلوكوز ينفع يعدي جوه الخلية وينفع يطلع بره من الخلية يروح للدم مرة تاني، لكن الجلوكوز 6 فوسفات بمجرد ما تكون ولزق في الجلوكوز فوسفات ده بيحصل له انترابمنت جوه الخلية وما ينفعش يطلع. جلوكوز 6 فوسفات is isomerized to fructose 6 فوسفات by الانزيم اللي اسمه فوسفو هيكسوز ايزوميريز. الخطوة الثالثة فركتوز 6 فوسفات is phosphorylated by ATP forming fructose 1,6 biphosphate and ADP. This is done by phosphofructokinase 1 enzyme. This is the first committed step of glycolysis. يعني ايه first committed step؟ يعني الخطوتين اللي فاتوا الحقيقة مشتركين مع pathways تانية، يعني الجلوكوز لما بيحصل له جلوكو والهيكسوكينيز والفوسفوهيكسوز ايزومريز ممكن يكمل في حاجة اسمها الماينور pathways of glycolysis، الماينور pathways of glucose oxidation. زي ما قلت لحضراتكم في سكك تانية ممكن يمشي فيها الجلوكوز غير الميجور باثواي، لكن بمجرد ما دخل في خطوة الفوسفوفركتوكينيز 1 هو كده ملتزم انه هيكمل في باقي خطوات الجلايكوليسز، ما يقدرش يروح للماينور باثوايز. بعد كده الخطوة الرابعة فركتوز 1,6 باي فوسفات بيتكسر عن طريق انزيم اسمه الالدوليز، في نوعين الدوليز A او B، ويكون نوع من الاثنين الترايوزس تو فورمز ترايوز فوسفات، حاجتين جليسرال داي 3 فوسفات اند داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. الخطوه الخامسه الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات ينفع انه يتحول للمركب الثاني اللي هو جليسرال داي 3 فوسفات عن طريق انزيم اسمه فوسفوترايوز ايزوميريز انزيم، وبالتالي بيتكون في النهايه اخر الخمس خطوات دول 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate are formed from 1 mole of glucose. الخطوة السادسة بنبدأ بال 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized by NAD and reacts with inorganic phosphate. زي ما قلنا الخطوة دي بيحصل فيها حاجتين، الناد يتحول لناد HH وفوسفيت يتضاف على الجليسرالدهايد 3 فوسفيت فيتحول إلى
1,3-diphosphoglycerate او 1,3-biphosphoglycerate. والمعلومه المهمه جدا انه المركب ده بيحتوي على هاي انرجي فوسفات وبيتكون الناد اتش اتش زي ما قلنا لحضراتكم. This is done عن طريق انزيم اسمه glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme. الخطوة السابعة ال 1,3-biphosphoglycerate لأنه فيه high energy phosphate reacts with ADP using enzyme اسمه phosphoglycerate kinase enzyme to produce 3-phosphoglycerate and ATP. تحط الفوسفات على ADP وتكون ATP، ودي خطوة substrate level phosphorylation زي ما شرحنا. الخطوة الثامنة التلاتة فوسفوجليسريت زي ما قلنا عاوزين نحول الفوسفيت ده إلى هاي انرجي، فبنعملها في خطوتين. الخطوة الأولانية بننقل الفوسفيت من نمرة 3 لنمرة 2 is converted by a phosphoglycerate mutase enzyme to 2-phosphoglycerate. الخطوة التاسعة بنشيل مية عن طريق انزيم اسمه إينوليز بيعمل دبل بوند. 2-phosphoglycerate is dehydrated يعني اتشال مية using إينوليز enzyme 2-phosphoenolpyruvate تكون مركب الفوسفوينولبيروفيت. والحقيقة الفوسفوينولبيروفيت كده نبقى نجحنا ان احنا نكون هاي انرجي فوسفات. بما انها هاي انرجي فوسفات تيجي الخطوة العشرة انه الفوسفوينولبيروفيت reacts with ADP to form pyruvate and ATP in the last reaction of glycolysis. This is done by pyruvate kinase enzyme. بينقل الفوسفات الهاي انرجي على ال ADP ويكون ATP، وده substrate level phosphorylation. لغاية لما كنا وصلنا عند البايروفيت كان مفيش فرق ما بين الايروبيك والانيروبيك conditions، لكن بعد البايروفيت الخطوة ال 11 اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي دي، هنا بيبدأ انه يبقى في فرق ما بين الايروبيك والانيروبيك. under aerobic conditions اللي هو presence of oxygen and mitochondria the steps of glycolysis end at this point. pyruvate and pyruvate is oxidatively decarboxylated. هنا بقى نقلنا على pathway جديد اللي هو oxidative decarboxylation. pyruvate is oxidatively decarboxylated into acetyl CoA. والacetyl CoA بيخش على pathway تاني اسمه Krebs cycle. enters the Krebs cycle for further oxidation. طيب في الحالة دي الناد HH اللي تكون من خطوة glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase enter electron transport chain اللي هي respiratory chain in mitochondria to produce ATP and get reoxidized into NAD ويتحول من جديد لNAD. لكن في anaerobic conditions اللي هو absence of oxygen or mitochondria في الحالة دي NAD H must be reoxidized to NAD. في حالة anaerobic conditions يا شباب ما بيبقاش في ميتوكوندريا وبالتالي ما بيبقاش في اكسجين وبالتالي ما بيبقاش في الكترون ترانسبورت تشين. ومعنى ان مفيش الكترون ترانسبورت تشين ان الناد اتش اتش مش هيتحول لناد ويكون اي تي بي. لو استمر الوضع بالشكل ده في الانيروبيك كونديشنز يعني السؤال ليه خطوات الجلايكوليسيس ما بتوقفش عند البايروفيت في الانيروبيك كونديشنز؟ الحقيقه لانه لو استمر الوضع جلايكوليسيس بتتعمل والناد بيتحول لناد اتش اتش في خطوه الجليسرالدهايد 3 فوسفيت ديهيدروجينيز، فالحقيقه هيحصل ديبليشن للناد. الناد اللي موجود في الخليه في السيتوبلازم هيخلص وهيتحول كله الى ناد اتش اتش، وفي الحاله دي الجلايكوليسيس نفسها هتقف. فالمعلومه اللي بنقولها انه ناد اتش اتش ماست بي ري اوكسيدايز تو ناد، لازم نرجع الناد اتش اتش لناد مره تاني to allow glycolysis to continue عشان نوفر الناد ده عشان الجلايكوليسيس تكمل. وفي الحاله دي الجلايكوليسيس مهم جدا تكمل لانه هي المصدر الوحيد للطاقه وللاي تي بي في الخليه، فعاوزينها تكمل. بس عشان تكمل لازم نوفر لها ناد، والناد عشان يتوفر لازم الناد اتش اتش يرجع يتجدد تاني ويتحول لناد يفقد الهيدروجين. فايه اللي بيحصل؟ This is done by lactate dehydrogenase enzyme that uses NADH to reduce pyruvate into lactate and regenerate NAD. فالبيروفيت في الحالة دي هيتضاف له NADH عن طريق انزيم اللاكتيت ديهيدروجينيز ويتحول إلى لاكتيت زائد NAD، وبكده أبقى حولت NADH لNAD. فلو اتسألتوا أو عشان كمان تبقوا فاهمين اشمعنى في حالات الأنيروبيك كونديشنز البيروفيت بيتحول للاكتيت، الحقيقة مش عشان البيروفيت وحش عاوزين نخلص منه ولا عشان اللاكتيت كويس،
لكن الحقيقه السبب انه احنا عاوزين نعمل ريجنريشن للناد فروم ناد اتش اتش، والبيروفيت في الحاله دي كل وظيفته انه يستقبل الهيدروجين بتاع الناد اتش اتش عشان الناد اتش اتش تحول لناد، وبالتالي ريجنريت الناد اللي هيخلي الجلايكوليسيس كونتينيو اتس ورك. ده ملخص خطوات الجلايكوليسيس مره تاني برسم توضيحي من غير ستراكشرال فورمولا. زي ما قلنا جلوكوز بالهيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز تحول لجلوكوز 6 فوسفات، جلوكوز 6 فوسفات بالايزوميريز تحول لفركتوز 6 فوسفات، بالفوسفوفركتوكاينيز بيتضاف فوسفات ثانيه فيبقى فركتوز 1 6 باي فوسفات، بالالدوليز اي اور بي بيتحول لجليسرال داي 3 فوسفات داي هيدروكسي استون فوسفات، ده هيدروكسي استون فوسفات بالايزوميريز ينفع يتحول لجليسرال دهيد 3 فوسفات، جليسرال دهيد 3 فوسفات دي هيدروجينيز بيحول الناد لناد اتش اتش وبيضيف واحده فوسفات فيتحول الى 1 3 باي فوسفوجليسريت، دو هاي انرجي فوسفات فيضيف على الاي دي بي يتحول لاي تي بي بالفوسفوجليسريت كاينيز ويكون 3 فوسفوجليسريت، دو عاوزين نخليه هاي انرجي بخطوتين الفوسفات اللي في 3 توصل ل2 يبقى 2 فوسفوجليسريت، بالإينوليز يتعمل دبل بوند فيبقى اسمه فوسفو إينول بايروفيت، البايروفيت كايناز يضيف الفوسفات دي على اي دي بي فيتحول لاي تي بي ويبقى ده بايروفيت. احنا عدنا كتير الستبس لانه هي اللي بناء عليها بنقدر نفهم حساب الانرجي، وهي اللي مهم جدا ان احنا نعرف من خلالها الانزيمات ودورهم، واعتقد ان احنا كده فهمنا موضوع الستبس كويس. دي مقارنة ما بين الانزيمين اللي بيعملوا أول خطوة، والحقيقة المقارنة دي مهمة جدا وليها كلينيكال كوريليشنز كتيرة جدا. مقارنة ما بين الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز، الاتنين بيعملوا أول خطوة اللي هي تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات مع فروق مهمة جدا. إيه الفروق دي؟ أول فرق في المكان، والحقيقة فرق المكان هيحدد فرق الوظيفة. الهيكسوكاينيز ده موجود في معظم الخلايا موست تيشوز، لكن الجلوكوكاينيز ده مش موجود غير في الليفر والبنكرياتيك ايلت سيلز. واعتقد انه لما نقول ليفر وبنكرياتيك ايلت سيلز مخنا بالارتباط بالجلوكوز مخنا لازم يروح يفكر في حاجتين، الليفر الجلوكوز بيتحول الى جلايكوجين يعني للتخزين، والبنكرياس بجلوكوز كترته في خلايا البنكرياس بيعمل ستيميوليشن للانسولين سيكريشن. طيب ده هنشوف تطبيقه في اللي جاي. سبستريت يعني الهيكسوكاينيز بيشتغل على مين؟ It acts mainly on glucose but can act at a slower rate on fructose and galactose، وعشان كده اسم هيكسوكاينيز لانه بيشتغل على كل الهيكسوز، mainly بيشتغل على الجلوكوز لكن ممكن يشتغل على الفركتوز والجلاكتوز. الحقيقه جلوكوكاينيز كانوا مفكرين انه ما بيشتغلش غير على الجلوكوز، لكن طلع انه similar to other hexokinase isoenzymes زيه زي الهيكسوكاينيز بيشتغل على كل الهيكسوزس، وعشان كده هم بيعتبروه دلوقتي نوع من الهيكسوكاينيز بيسموه هيكسوكاينيز دي او هيكسوكاينيز ام. الافينيتي فور جلوكوز، زي ما فهمنا قصه الافينيتي فور جلوكوز في جلوكوز ترانسبورترز، هنا برضو الافينيتي مهمه جدا. الهيكسوكاينيز ده موجود في كل التشوز عشان وظيفته انه يحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات عشان يكمل في الجلايكوليسيس ويدي انرجي، ولانه الهيكسوكاينيز وظيفته انه يدي انرجي لخلايا مهمه زي البرين والار بي سيز، فالحقيقه مهم جدا انه يكون بيشتغل على الجلوكوز حتى لو الجلوكوز تركيزه قليل لو جلوكوز كونسنتريشن. فربنا عمل ان الهيكسوكاينيز ده ليه لو كي ام يعني ليه هاي افينيتي، يعني يوصل لنص سرعته القصوى نص الفي ماكس حتى لو الجلوكوز قليل، فربنا عمل انه ليه لو كي ام، ات اكتس ات فيري لو جلوكوز كونسنتريشن. ليه؟ عشان يضمن او بصوا الفانكشن اكتيفيت جلوكوز فور انرجي برودكشن irrespective اوف اتس بلاد كونسنتريشن، بغض النظر عن تركيز الجلوكوز في الدم هو بيضمن ان الجلوكوز هيحصل له اكتيفيشن عشان يدي الانرجي، لانه دي خلايا ما ينفعش انها تستغني عن الجلوكوز، فحتى لو الجلوكوز قل حتى لو حضرتك صايم البرين هيوصل له الجلوكوز بتاعه والهيكسوكاينيز هيشتغل وهيعمل اكتيفيشن لكميه الجلوكوز القليله دي عشان يوفر الانرجي بشكل كافي. لكن الجلوكوكاينيز لانه وظيفته شغاله في الليفر والبنكرياتيك سيلز اللي هم مسؤولين عن الاستورج ومسؤولين عن الريليز اوف انسولين، فالحقيقه مش مطلوب انه يشتغل على الجلوكوز غير لو تركيزه عالي. فربنا عمل انه يكون ليه لو افينيتي يعني هاي كي ام،
it acts optimally at high blood glucose concentration. يعني لما الجلوكوز يعلى ساعتها الجلوكوكينيز ينفع ياخد من الجلوكوز ده ويعمل له يحوله جلوكوز 6 فوسفيت، عشان الجلوكوز 6 فوسفيت في الحاله دي مش هيكمل في الجلايكوليسيس لكن هيكمل في سكه التخزين في الجلايكوجين في الليفر، او يعمل ريليز للانسولين من البنكرياتيك سيل. الالوستيريك انهبيشن باي جلوكوز 6 فوسفيت لما الخليه يبقى فيها جلوكوز 6 فوسفيت كتير، يعني جزء كبير من الجلوكوز اتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، هل الجلوكوز 6 فوسفيت يعمل انهبيشن للهيكسوكاينيز؟ هل بيعمل انهبيشن للجلوكوكاينيز؟ الحقيقه هو بيعمل انهبيشن للهيكسوكاينيز لكن ما بيعملش للجلوكوكاينيز. ليه؟ برضو ده موضوع مرتبط بالوظيفه. الهيكسوكاينيز وظيفته انه يوفر طاقه للخليه، فحتى لو الجلوكوز واطي هو هيدخل الجلوكوز جوه الخليه ويحاول يحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت عشان يوفر طاقه للخليه. بس اول لما الجلوكوز 6 فوسفيت يبقى كتير ده معناه انه الخليه بقي فيها طاقه كتيره، وبالتالي يبقى دور الهيكسوكاينيز المفروض يقف، لا سيما ان هو شغال على جلوكوز قليل، فاحنا مش عاوزين نقلل الجلوكوز زياده والخليه مش محتاجه. فاول لما الجلوكوز 6 فوسفيت يزيد جوه الخليه يقول للهيكسوكاينيز شكرا احنا خدنا الطاقه بتاعتنا اللي احنا عاوزينها، ويعمل له انهبيشن. فالجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو انديكيتور ان الخليه فيها طاقه كويسه فيها هاي انرجي بيعمل الوستيريك انهبيشن للهيكسوكاينيز. لكن الجلوكوكاينيز ملوش صالح بالطاقه، الجلوكوكاينيز ده وظيفته انه يخزن الجلوكوز في الليفر، فالحقيقه ما بيحصلوش انهبيشن بالجلوكوز 6 فوسفيت، نو انهبيشن بالجلوكوز 6 فوسفيت، لانه تاثيره بيبقى بالجلوكوز مش بالجلوكوز 6 فوسفيت. يعني خلي بالكم الهيكسوكاينيز ما يتاثرش بكميه الجلوكوز، فحتى لو الجلوكوز قليل يستخدمه، لكن يتاثر بكميه الجلوكوز 6 فوسفيت، فاول لما الجلوكوز 6 فوسفيت يعلى يعمل له انهبيشن. الجلوكوكاينيز ما يتاثرش بالجلوكوز 6 فوسفيت لانه هو وظيفته التخزين، فمهما نكون كتير ما يهموش، لكن يتاثر جدا بالليفل اوف جلوكوز، فاول لما الجلوكوز يقل هو يبطل يشتغل. ففي واحد منهم يتاثر بالجلوكوز وواحد منهم يتاثر بالجلوكوز 6 فوسفيت. الفرق الثاني اللي ما بينهم الايفكت اوف فيدنج وجلوكوز وانسولين، اللي هي الحاجات اللي بره في الدم. هل لو الجلوكوز عالي، هل لو في اكل كتير، هل لو في انسولين، ده ياثر على الهيكسوكاينيز. الحقيقه هو زي ما قلت لكم الهيكسوكاينيز ما يتاثرش بالجلوكوز، لكن مهما كان الجلوكوز قليل، مهما كنت واكل، مهما كنت صايم، نو تشينج ان اكتيفيتي، فيدنج جلوكوز انسولين فاستنج دايابيتس، كل الحاجات دي بتاثر على ليفل اوف جلوكوز، هو ملوش صالح انه لا يتاثر بالليفل اوف جلوكوز لكنه يتاثر بكميه الجلوكوز 6 فوسفيت جوه الخليه دي، اول لما تبقى كتيره هو يوقف. عكس الجلوكوكاينيز الحقيقه اول لما يبقى فيه فيدنج وجلوكوز وانسولين جلوكوز بره يعلى هو يزيد، اول لما يبقى فيه صيام الجلوكوز يقل فهو يقل، ديكريز ذا ريت اوف اكتيفيتي مع الفاستنج والدايابيتس يحصل له ريبريشن واندكشن، لكنه الجلوكوز 6 فوسفيت لما يزيد جوه الخليه هو ما يتاثرش. ففي واحد بيتاثر بالجلوكوز والليفل بتاعه والحاجات اللي بتاثر عليه اللي هو جلوكوكاينيز، واحد بيتاثر بالجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو الناتج هو ده اللي بيتاثر بيه اللي هو الهيكسوكاينيز. ليه؟ بسبب فرق الفانكشن. زي ما قلنا الهيكسوكاينيز اكتيفيت جلوكوز فور انرجي برودكشن ايرسبكتيف اوف اتس بلاد كونسنتريشن، العكس الجلوكوكاينيز ده اكتيفيت جلوكوز تو ريموف ات فروم ذا بلاد فولوينج اميل فور ستورج، غرضه الاساسي هو التخزين في الليفر، او ستيمولييت البنكرياتيك ايليت سيلز فور ريليز اوف انسولين. دي بعض الكلينيكال كوريليشن المرتبطه بموضوع الجلوكوز ترانسبورت والجلايكوليسيس. الحاجه الاولانيه هيريديتري ديفيشنسي اوف جلوت 1، احنا فهمنا عن جلوت 1 وجلوت 3 انهم انسولين ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر موجودين في البرين وفي الريد بلود سيلز. جلوت 1 مينلي موجود في البرين، نقص ان طفل يتولد بهيريديتري ديفيشنسي اوف جلوت 1 ده هيؤدي الى نقص وصول الجلوكوز لخلايا البرين، results in decreased glucose in the cerebrospinal fluid. البيشنتس هيبقى present with intractable seizures، seizures يعني تشنجات مش بتتعالج بسهوله، in infancy and developmental delay، بيتاخروا في النمو لانه الجلوكوز مش قادر يوصل لخلايا البرين. الانزيم انوليز
دوا واحد من انزيمات الجلايكولوسيس is inhibited by fluoride to prevent ongoing glycolysis in a patient's blood samples collected for sensitive glucose tolerance test. Blood is collected in tubes containing fluoride. لما بنسحب عينة دم في معمل عاوزين نحلل فيها الجلوكوز، الحقيقة العينة إن ما كانتش هتتحلل مباشرة، نقيس فيها الجلوكوز بسرعة بعد لما اتسحبت، لو اتسابت ساعة أو ساعتين أو أكتر، الحقيقة كل وقت بيعدي بيقلل كمية الجلوكوز اللي هتتقاس. ليه؟ لأنه عينة الدم بتحتوي على RBCs، والRBCs مستمرة بتعمل جلايكوليسيس وبتستهلك من الجلوكوز اللي موجود في الدم، فالقراية هتفضل تنقص كل شوية. طب ايه الحل؟ الحقيقة بنضيف على عينة الجلوكوز، على عينة الدم اللي مطلوب نقيس فيها الجلوكوز، بنضيف فلورايد عشان يعمل انهبيشن للانوليز انزيم، وبالتالي يعمل انهبيشن للجلايكوليسيس، وبالتالي قراية الجلوكوز تفضل ستيبل حتى لو قسناها بعد ساعتين ثلاثة او اكتر. الحاجة الثالثة الكلينيكال كوريليشن دي نوع من الديابيتس اسمه ماتيوريتي اونست ديابيتس اوف ذا يانج، او بيسموه مودي تايب 2. الحقيقة ايه موضوع مودي ده؟ احنا عندنا نوعين كبار من الديابيتس، ديابيتس تايب 1 وده بيصيب الاطفال، وده بيحصل فيه نقص في افراز الانسولين، البنكرياس بيحصل له دامج لاي سبب وبيقل افراز الانسولين، والاطفال دول ما بينفعش يتعالجوا غير بانسولين. النوع الثاني اسمه دايابيتس تايب 2، ده بيجي للناس الكبار فوق ال40 سنه، بالذات لو اوبيز. افراز الانسولين غالبا بيبقى مستمر زي ما هو سليم، لكن الانسولين سنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز، الريسبتورز بتبقى قليله التجاوب مع الانسولين اللي موجود، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. فعلى الرغم من الانسولين موجود لكنه لا ينشئ التاثير المرجو او المطلوب، فالجلوكوز ما بيقلش، بيفضل الجلوكوز عالي على الرغم من وجود الانسولين، فبيبقى فيه هايبر جلايسيميا ودايابيتس. النوع ده ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج، بيبقى دول مجموعه من الامراض الحقيقه كذا تايب، بيبقى فيهم خليط من خصائص النوعين من حيث السن ومن حيث الإصابة ومن حيث السيفيريتي. فالنوع ده اللي هو تايب 2 ده بيبان ممكن في سن الأدوليسنس كده، في سن المراهقة تقريبا، وبيبقى في حاجات خصائص قريبة من النوع الأول وفي خصائص قريبة من النوع الثاني. هو إيه اللي بيحصل فيه؟ ده أوتوسومال دوميننت ديس أوردر، بيبقى في مشكله ميوتيشن في الجين بتاع الجلوكوكاينيز. واحنا فهمنا ان الجلوكوكاينيز جين ده بيطلع انزيم الجلوكوكاينيز اللي هو بيعمل اكتيفيشن للجلوكوز، ويحول الجلوكوز لفوسفيت عشان يتخزن في الليفر، وبالتالي بيساعد في تقليل نسبه الجلوكوز، وكمان موجود في البنكرياس عشان يساعد على طلوع الانسولين بدري، يحس بالجلوكوز انه عالي بدري ويطلع الانسولين. طيب لما يبقى مش موجود الجلوكوكاينيز ايه اللي هيحصل؟ هيقل تخزين الجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز هيستمر عالي فتره طويله، بس الانسولين الحاجه الثانيه خروج الانسولين ممكن يبقى ابطا شويه لان الجلوكوكاينيز تاثيره على البنكرياس هيقل. ففي الحاله دي ايه العيان هيشتكي من ايه؟ بيشنت هاف نون بروجريسيف هايبر جلايسيميا، يبقى عنده هايبر جلايسيميا شويه بس ما بتتزايدش لانه عنده وقت معين بيطلع الانسولين، وصحيح مش هيقدر يخزن في الليفر لكن بيقدر يتخلص من الجلوكوز بطرق تانية، ما هو الانسولين بيشتغل بكذا ميكانيزم. That is usually asymptomatic، والعيان غالبا ما بيشتكيش من حاجة at diagnosis and is usually managed with diet alone، بنظبط له الأكل، ما ياكلش أكلات كبيرة وياكل أكلات على مسافات متباعدة، ده هيمنع عنه الهايبرجلايسيميا. ده موضوع الماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج. حاجة تاني من الكلينيكال كوريليشن، في سم اسمه الأرسينيت اللي هو بالعربي الزرنيخ، ده يشبه جدا في تركيبته الأرسينيت الإن أورجانيك فوسفيت، وإحنا لو تفتكروا استخدمنا الإن أورجانيك فوسفيت، فيه فوسفيت بيتضاف في خطوة الجليسرالدهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، في الخطوة دي بيتضاف الفوسفيت على الجليسرالدهايد 3 فوسفيت مع تحويل الناد لناد اتش اتش، وبيتكون مركب الواحد وثلاثة داي فوسفوجلسريد، والواحد وثلاثة داي فوسفوجلسريد ده كان فيه هاي انرجي فوسفيت بتستخدم في سبستريت ليفل فوسفورايليشن.
الحقيقة الأرسنيت لما بيدخل لأنه شبه الفوسفيت فبيخش مكانه replaces it in the reaction catalyzed by glyceraldehyde 3 فوسفيت dehydrogenase producing مركب اسمه 1 أرسين و3 فوسفوجليسريت. يعني بدل ما يتكون 1 و3 داي فوسفوجليسريت بيتكون 1 أرسين و3 فوسفوجليسريت، وده هو unstable. This compound rapidly decomposes to give 3 phosphoglycerate plus heat. This means that glycolysis continues in the presence of arsenate but producing 2 ATP less. يعني الجلايكوليسيس الحقيقه هتكمل لانه تكون في الاخر 3 فوسفوجليسريت وهيكمل عادي، لكن المشكله هتبقى في انه مش هيكون ATP، هيحصل هيقل تكوين الATP في الجلايكوليسيس بمقدار 2 ATP اللي هم كانوا هيتكونوا في خطوة السبستريت ليفل فوسفوريليشن دي. عشان كده بنقول ان الارسينات انكابل جلايكوليسيس اند اي تي بي سينس. يعني كان المفروض ان كل جلايكوليسيس بتحصل بيصاحبها تكوين اي تي بي، لكن بسبب دخول الارسينات هيقل تكوين الاي تي بي ويعمل انكابلنج يفصل ما بين اثنين كانوا متزوجين دايما. ايودو اسيتات ده نوع تاني من السموم اسمه ايودو اسيتات، ده اس اتش بويزن، بيصيب اي انزيم بيحتوي على جليسرال ده بيحتوي على الاس اتش جروب. يعني في انزيمات كتير بيبقى ليها في الاكتف سايت اس اتش جروب، الانزيمات دي لما بيخش عليها ايودو اسيتات بيعمل توكسيسيتي بيبوظ الاس اتش جروب. الحقيقه الانزيم الوحيد اللي بيحتوي على اس اتش جروب في الجلايكوليسيس هو الجليسرال دهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. فالايودو اسيتات ده بويزون انهبيت جليسرال دهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز which contains this group at its active site. وصلنا لنقطة بايو انرجيتكس اوف جلايكوليسيس، حساب الطاقة اللي بتخرج من الجلايكوليس. الحقيقة لو حضراتكم واخدين لبالكم معانا احنا مضطرين ان احنا نقسمها لجزئين. هنحسب البايو انرجيتكس في حالات الانيروبيك كونديشنز في الاول، بعد كده هنحسب في الايروبيك. ايه الفرق؟ الفرق في الناد اتش اتش، الناد اتش اتش اللي بيتكون في خطوة الجليسرال دهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. في حاله الايروبيك الايروبيك كونديشنز الناد اتش اتش ده هيخش الالكترون ترانسبورت تشين وهيكون اي تي بي. في حاله الانيروبيك كونديشنز هو مش هيدخل لانه مفيش اصلا الكترون ترانسبورت تشين، لانه مفيش ميتوكوندريا او مفيش اكسجين، وبالتالي الناد اتش اتش ده مش هيكون اي تي بي. امال هنستخدمه في ايه؟ لا هو هنعيد تحويله الناد عن طريق ان الهيدروجين الزياده ده بيتحط على بايروفيت ويتحول الى لاكتيت زي ما فهمنا في السلايدز اللي قبل كده. Under anaerobic conditions التوتال ATP lost هو 2 ATP فقدنا في الخمس خطوات الأولانيين، واحدة في خطوة تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، والتانية في خطوة تحويل فركتوز 6 فوسفيت to فركتوز 1 6 باي فوسفيت. التوتال ATP gain هم 4 ATP في خطوتين substrate level phosphorylation، كل خطوة بتكون ATP عشان كنا ماشيين بـ 2 molecules لو تفتكر، فبيتكون 2 ATP by substrate level phosphorylation from 1 3 by phosphoglycerate لما تحول ل 3 phosphoglycerate، و 2 ATP by substrate level phosphorylation from phosphoenol pyruvate to enol pyruvate في اخر خطوه في الجلايكوليس. بكده النت gain 4 ATP minus 2 ATP lost equal to ATP for the anaerobic oxidation of 1 mole of glucose into lactate. طيب الايروبيك كونديشنز بقى التوتال اي تي بي لوست هم هم 2 اي تي بي زي اندر انيروبيك كونديشنز، التوتال اي تي بي جين 8 or 10 اي تي بي ار جنريتد از فولوز. الفور اي تي بي اوبتيند باي سبستريت ليفل فوسفوريليشن زي اللي شرحناهم اندر انيروبيك كونديشنز. الفرق بقى في الـ 2 NAD HH produced from oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate. الاثنين NAD HH دول ممكن كل واحدة منهم تكون 2 ATP or 3 ATP على حسب حاجة اسمها الشاتل هنشرحها بعد شوية. فلو هيكونوا 2 ATP يبقى 2 في 2 ب 4، لو هيكونوا 3 ATP يبقى 2 في 3 ب 6 ATP. After oxidation in the electron transport chain depending on the type of transporting shuttle used. Thus the gain من ال 2 NAD HH مع ال 4 ATP لو 2 في 2 ب 4 يبقى 4 و 4 ATP بالسبستريت ليفل يبقى 8 ATP، لو 6 يبقى 6 و 4 يبقى 10 ATP، يبقى التوتال gain 8 او 10 ATP
على حسب الشاتل اللي استخدمت في نقل الناد اتش اتش وحالا هنشرحها. يبقى النت جين في الحالة دي 6 or 8 ATP for the aerobic oxidation of 1 mole of glucose in glycolysis. خلي بالكم برضو لو هو aerobic هيكمل oxidation تاني وهيكون ATP تاني في oxidative decarboxylation of Krebs، لكن أنا هنا بتكلم عن جزئية aerobic glycolysis فقط هتكون كام. ايه موضوع الشاتلز بقى؟ الناد اتش اللي هو produced in the cytosol by glycolysis، الناد اتش اتش ده اللي هو تكون في الجلايكوليسيس تكون في السيتوبلازم، والحقيقه عشان يدخل الالكترون ترانسبورت تشين لازم يدخل الميتوكوندري وهو ما يقدرش يعدي مباشره. كان ناد اتش اتش in the cytosol cannot directly cross the mitochondrial membrane to be oxidized in electron transport chain. Therefore, the electrons are passed to the mitochondrial electron transport chain by two shuttle systems. في طريقتين لنقل الناد اتش، نقل الالكترونز اللي موجودة على الناد اتش اتش بتاع السيتوبلازم إلى داخل الميتوكوندريا. الطريقتين دول اسمهم شاتلز. الطريقة الأولانية اسمها ماليت أسبارتيت شاتل، موجودة في كل التيشوز ما عدا المسلز والنيرف، موجودة بالذات في الليفر أند هارت. الشاتل دي بتاخد الاثنين سيتوبلازمك ناد اتش اتش وتدينا جوه الميتوكوندريا اتنين ميتوكوندريال ناد اتش اتش، ما بتغير هو الناد اتش اتش زي ما هو، وبالتالي كل ناد اتش اتش في الميتوكوندريا بتكون تقريبا 3 اي تي بي. يعني الحقيقه الحسبه مش دقيقه قوي لكن ده المعتاد انه يتكتب. فاتنين ناد اتنين ميتوكوندريال ناد اتش اتش وكل ناد اتش اتش هتكون 3 اي تي بي، يبقى 2 في 3 ب 6 اي تي بي. الشاتل الثانية اسمها جليسرول فوسفيت شاتل، دي لما بتيجي دي موجودة في المصل والنيرف، ودي لما بتيجي تنقل بتحول الاثنين سيتوبلازمك ناد اتش اتش بيخشوا جوه بيدوا اثنين ميتوكوندريال فات اتش 2. فالاثنين سيتوبلازمك ناد اتش اتش ادوا اثنين ميتوكوندريال فات اتش 2، وفي الحالة دي الفات اتش 2 بيدي تقريبا 2 اي تي بي، برضو المفروض انها اقل من كده، المفروض انها 1.5، فهيبقى 2 في 2 ب 4 اي تي بي. وبكده يبقى في طريقتين، طريقة الماليت أسبارتيت شاتل دي بتدي 3 اي تي بي لكل ناد اتش اتش، وطريقة الجليسرول فوسفيت شاتل دي بتدي 2 اي تي بي. والسبب طريقة النقل وهيكون ايه. في الماليت أسبارتيت شاتل الواحدة سيتوبلازمك ناد اتش اتش بتدي واحدة ميتوكوندريال ناد اتش اتش، في الجليسروفوسفيت شاتل الواحده سيتوبلازم ناد اتش اتش بتدي واحده ميتوكوندريال فات اتش 2 وده بيكون 2 اي تي بي. دي تجميع على مقارنه مهمه ما بين الايروبيك والانيروبيك جلايكوليسيس. دي تجميع الكلام اللي فات، الايروبيك جلايكوليسيس الاند برودكت فيها بايروفيت، الانيروبيك بتنتهي عند اللاكتيت. الانرجي اللي بتتكون من الايروبيك 6 to 8 ATP، في الانيروبيك بيتكون 2 ATP. الريجنريشن اوف ناد في الاثنين لازم يحصل ريجنريشن، في الايروبيك الناد اتش اتش بيخش الالكترون ترانسبورت تشين او ريسبيراتوري تشين في الميتوكوندريا، في الانيروبيك مفيش ميتوكوندريا مفيش اكسجين، وبالتالي تحويل الناد اتش اتش للناد بيحصل عن طريق لاكتيت فورميشن. مين فيهم الافيلابل تو تي سي اي؟ تي سي اللي هي تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل او اللي هي كريبس سايكل في الميتوكوندريا، مين فيهم هيكمل في كريبس؟ الايروبيك هو ده اللي افيلابل، بيكون اثنين بايروفيت هيخشوا في الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن كريبس وهيكونوا 30 اي تي بي زياده، وال 30 دول هيبقوا فوق السته او الثمانيه، وبالتالي الكومبليت ايروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز بيدي مع السته على ال 30 بيبقى من 36 ل 38. لكن في حالات الانيروبيك الحقيقه مش هيكمل واخره هو اللاكتيت، not available as pyruvate is converted into lactate، واللاكتيت بعد كده بيخرج بره الخليه، الخليه ما بتعرفش تكمل انها تطلع اي تي بي اكتر من كده. فالانيروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز ما بيطلعش غير 2 اي تي بي اللي هم من الانيروبيك جلايكوليسيس، عكس الايروبيك بيكون في الجلايكوليسيس بس من 6 ل 8 وبعد كده بيكمل في خطوات تاني في كريبس سايكل عشان يكمل 30، يبقى تضيف على ال 30 6 و8 يبقى 36 او 38. regulation of glycolysis. الجلايكوليسيس الحقيقه لو خدتوا لبالكم حضراتكم
كلها ريفيرسابل انزيمز، كلها ريفيرسابل، ينفع انها تبقى بتتعمل بنفس الخطوه رايح راجع. الانزيمز بتعمل التفاعل رايح راجع، ما عدا ثلاثه انزيمز بس هم الريفيرسابل. There are three enzymes that catalyze the irreversible steps of glycolysis that include، وهم نمره واحد الهيكسو او جلوكوكاينيز اللي هو في اول خطوه، نمره اثنين الفوسفوفركتوكاينيز 1 اللي هو في ثالث خطوه، نمره ثلاثه البايروفيت كاينيز اللي هو اخر خطوه، الخطوه العاشره اللي بتحول الفوسفو اينول بايروفيت الى اينول بايروفيت، وبعد كده سبونتينيوس بتحول الى بايروفيت. الثلاثه انزيمز دول هم اللي ليهم الريجوليشن، هم اللي ليهم ينفع ان احنا نتحكم فيهم، وبناء عليهم بيتم التحكم في الجلايكوليسيس بالاكتيفيشن او الانهبيشن. اول انزيم اللي هو الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز، ودول احنا لما خدناهم في المقارنه قلنا الريجوليشن بتاعهم، قلنا انه الهيكسوكاينيز دوا ما بيتاثرش بالجلوكوز لكن بيتاثر بالجلوكوز 6 فوسفيت، فاول لما الجلوكوز 6 فوسفيت جوه الخليه يزيد ده معناه ان الطاقه زادت جوه الخليه، فبيعمل انهبيشن للهيكسوكاينيز اللي هو accumulation of glucose 6 phosphate allosterically inhibits hexokinase. جلوكوكاينيز قلنا ان هو ما بيتاثرش بالجلوكوز 6 فوسفيت لكن بيتاثر بكميه الجلوكوز وكل حاجه تاثر فيها، الفيدنج والانسولين والفاستنج والجلوكوز ليفل، كل الحاجات دي والدايابيتس، كل الحاجات دي بتاثر في الجلوكوز ليفل، ودي بتعمل ستيميوليشن. الجلوكوز لما يبقى كتير بيعمل ستيميوليشن للجلوكوكاينيز، فالجلوكوكاينيز ستيميوليتد باي فيدنج اند انسولين اند انهبيتد باي fasting and diabetes. الانزيم الثاني والمهم جدا جدا وبتيجي لكم كتير في اسئله الام اس كيو، الفوسفوفركتوكينيز 1، ودوا it is most important enzyme in regulation of glycolysis. اشمعنى ده؟ لانه لو تفتكروا احنا شرحنا الكلمه اللي جايه دي، because it is the first committed reaction in glycolysis. لما بنعمل ريجوليشن للجلوكوكينيز والهيكسوكينيز اللي هو الانزيم اللي فات، دوا انزيم مشترك مع الميجور والماينور باسويز اوف جلايكوليسيس، بمعنى انه لما بنعمل اكتيفيشن مش متاكدين ان الاكتيفيشن دي هتؤدي الى زياده الجلايكوليسيس. ليه؟ لان الجلوكوز 6 فوسفيت اللي ناتج من الخطوه اللي فاتت ينفع انه يكمل في الماينور باسويز، لكن لما بنعمل اكتيفيشن او انهبيشن للفوسفوفركتوكينيز 1 كده احنا بنؤثر تاثير مباشر في خطوات الجلايكوليسيس. ليه؟ لانه بمجرد ما الجلوكوز هيدخل في خطوه الفوسفوفركتوكينيز 1 كده هو ملتزم انه مكمل في الجلايكوليسيس، دي الكوميتد رياكشن، وعشان كده الريجوليشن بتاعها هو ريجوليشن مباشر للجلايكوليسيس، وده اهم ريجوليشن للجلايكوليسيس. الفوسفوفركتوكينيز 1 بتبقى inhibited allosterically by ATP وcitrate، والاثنين دول معناهم انه في انرجي كتيره في الخليه، هاي انرجي سيجنال، وده منطقي انه ما دام في طاقه كتير في الخليه يبقى مش محتاجين جلايكوليسيس. العكس لما يبقى في طاقه قليله في الخليه، conversely the enzyme is activated allosterically by high concentration of AMP اللي هو adenosine monophosphate which signals that the cells energy stores are depleted. لما يبقى في AMP ده معناه ان الخليه الطاقه اللي فيها قليله قوي. الحاجة التانية اللي بتعمل ريجوليشن للفوسفوفركتوكينيز 1 مش بس الوستيريكالي بحاجات الطاقة، لكن في it is also regulated by مركب اسمه فركتوز 2 و 6 باي فوسفيت، من اسمه كده هو فركتوز وفي 2 فوسفيت، واحدة في نمرة 2 واحدة في نمرة 6، وده يفرق عن الفركتوز 1 و 6 باي فوسفيت اللي احنا استخدمناه في الجلايكوليسيس بتاعنا. وعشان كده احنا الانزيم اللي بنتكلم عنه ده سميناه فوسفوفركتوكينيز 1 عشان نفرقه عن انزيم تاني اسمه فوسفوفركتوكينيز 2. فوسفوفركتوكينيز 2 ده بيضيف فوسفيت في الكربونه نمره 2، فوسفوفركتوكينيز 1 ده بيضيف فوسفيت في الكربونه نمره 1. بتاع الجلايكوليسيس هو فوسفوفركتوكينيز 1 اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، بس الفوسفوفركتوكينيز 1 ده بيحصل له ريجوليشن بالفركتوز 2 و6 باي فوسفيت اللي هو بيتكون عن طريق فوسفوفركتوكينيز 2. طيب ايه الريجوليشن ده؟ تعالوا نفهمه كده. الفركتوز 2 و6 باي فوسفيت it is the most potent activator of فوسفوفركتوكينيز 1 اللي هو الجلايكوليس، and also inhibitor of فركتوز 1 6 باي فوسفاتيز اللي هو بتاع الجلوكونيوجينيز. خليني افهمكم دي شويه. الجلايكوليسيس عكسها الجلوكونيوجينيز، الجلايكوليسيس هو تحويل الجلوكوز الى بايروفيت،
لو مشيت بالعكس وخدت البيروفيت وقعدت اكون بيه جلوكوز، مشيت عكس الخطوات دي، اسمها جلوكونيوجينيسيس. كل الانزيمات ريفرسبل ما عدا ثلاثة، كل انزيمات الجلايكوليسيس ريفرسبل، بمعنى ان كل خطوات الجلايكوليسيس وانت بتعمل جلوكونيوجينيسيس بتعملها بالعكس، معظم الانزيمات هتنفع معاك، لانه الانزيم زي ما بيعمل الخطوه وهو نازل بيعمل الخطوه وهو راجع، الانزيمز ريفرس، ما عدا ثلاث انزيمات من ضمنهم الانزيم اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي اللي هو الفوسفوفراكتوكينيز 1. فالفوسفوفراكتوكينيز 1 ده بيحول الفركتوز 1 متاسف الفركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 1 و6 باي فوسفيت. لما تيجي في الجلوكونيوجينيسيس بقى تحول الفركتوز 1 و6 باي فوسفيت بالعكس الى فركتوز 6 فوسفيت، هتحتاج انزيم مختلف. مين الانزيم المختلف؟ هيبقى اسمه فركتوز 1 و6 باي فوسفاتيز، لانه بيكسر فوسفيت، فيحول فركتوز 1 و6 باي فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت، وده بنحتاجه في الجلوكونيوجينيس. المركب ده اللي هو فركتوز 2 و6 باي فوسفيت ده مركب مهم جدا في الريجوليشن، يمشي الجلايكوليسيس بوتنت اكتيفيتور للفوسفوفراكتوكينيز 1 اللي هو بتاع الجلايكوليسيس، ويوقف خالص انهبيتور للفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز اللي هو بيعمل العكس، انه بيعمل جلوكونيوجينيس. طيب كويس، يبقى فهمنا دوره. طب هو ده بيتكون ازاي؟ فركتوز 2 6 باي فوسفيت از فورمد باي فوسفوفراكتوكينيز 2، احنا شرحنا دي، قلنا انه ده انزيم هيضيف فوسفيت في الكربونه نمره 2 فيكون فركتوز 2 و6 باي فوسفيت، وعشان كده اسمه فوسفوفراكتوكينيز 2. ده بيبقى اكتيفيتد باي انسولين وانهبيتد باي جلوكاجون. المعلومات اللي في السلايد دي مهمه جدا وبتتسالوا فيها كتير. يعني عاوزين نقول ايه منها؟ ان الانسولين بيعمل اكتيفيشن للجلايكوليسيس. ليه؟ لانه الانسولين هيعمل اكتيفيشن للفوسفوفراكتوكينيز 2، والفوسفوفراكتوكينيز 2 هيكون الفركتوز 2 و6 باي فوسفيت، والفركتوز 2 و6 باي فوسفيت هيعمل اكتيفيشن للفوسفوفراكتوكينيز 1 اللي هو بتاع الجلايكوليسيس، وانهبيت الفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز اللي هو بتاع الجلوكونيوجينيز. هنقولها تاني دقيقه واحده في رسمه كده. العكس الجلوكاجون، جلوكاجون بيعمل انهبيشن للفوسفوفراكتوكينيز 2 فهيقلل الفركتوز 2 و6 باي فوسفيت، وبالتالي ده لما يبقى مش موجود هيحصل انهبيشن للجلايكوليسيس ويحصل ستيميوليشن للجلوكونيوجينيسيس في الانزيم بتاعها اللي هو الفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز. هل ده منطقي؟ ايوه، لانه الانسولين وجوده معناه ان الجلوكوز عالي، فاحنا عاوزين نكسر الجلوكوز فبنعمل ستيميوليشن للجلايكوليسيس وانهبيت الجلوكونيوجينيسيس اللي هو بيكون الجلوكوز. العكس الجلوكاجون دوا معناه ان الجلوكوز قليل فبنعمل ستيميوليشن للجلوكونيوجينيسيس اللي هو بيكون الجلوكوز وانهبيت الجلايكوليسيس اللي هي بتكسر، لان احنا عندنا الجلوكوز اوريدي قليل فمش عاوزين نكسره. الانزيم الثالث اللي هو البايروفيت كاينيز، اللي هو ده الثالث انزيم في الريفرسبل انزيم دوا، ات از انهبيتد باي اكسس اي تي بي والانين وفاتي اسيدز واستايل كو اي، كل المركبات دي بتاعت الهاي انرجي يا شباب، وبالتالي بتعمل انهبيشن لانه ما دام فيها انرجي بنعمل انهبيشن للجلايكوليس مش محتاجين. It is stimulated by فركتوز 1 6 باي فوسفيت وستيميوليتد باي اي دي بي واي ام بي، الاي دي بي والاي ام بي دول بتوع اللو انرجي، فلما يبقى في لو انرجي بنعمل ستيميوليشن للبايروفيت كاينيز عشان الجلايكوليس تشتغل فتكون طاقه. كمان ليه كوفالنت ريجوليشن، يعني هو كانزيم عباره عن بروتين. البروتين بتاع البايروفيت كاينيز انزيم ينفع انه يرتبط بفوسفيت او يتشال منه الفوسفيت، يعني ليه دي فوسفوريليتد فورم وليه فوسفوريليتد فورم، والحقيقه الدي فوسفوريليتد فورم بتاعته هي الاكتف، يعني it is regulated also by phosphorylation دي فوسفوريليشن، عشان كده بيسموه كوفالنت ريجوليشن. كوفالنت يعني تساهمي، رابطه تساهميه، فهو كبروتين لما بيرتبط برابطه تساهميه بالفوسفيت او يتشال منه الفوسفيت ده بيؤثر على الاكتيفيتي بتاعته. طيب فهمنا الفكره، ايه علاقه الموضوع بينا كريجوليشن بقى كلينيكالي؟ اتس اكتيف فورم از ذا ديفوسفوريليتد فورم، لما بيتشال منه الفوسفيت هو ده الاكتيف فورم، والديفوسفوريليتد فورم دي بتتكون عن طريق الانسولين. العكس بقى، وعشان كده الانسولين بيعمل له اكتيفيشن، ودي كماله لنفس الفكره اللي قلناها في السلايد اللي فاتت، الانسولين بيعمل ستيميوليشن للجلايكوليسيس عشان عاوز يخلص من الجلوكوز ويقلل الجلوكوز فبيعمل ستيميوليشن للجلايكوليسيس.
العكس اتس فوسفوريليتد، ولما بيتحط عليه الفوسفات بيبقى الان اكتف فورم، ما دام اتضاف له الفوسفات بيبقى ان اكتيفيتد، وده بيحصل عن طريق هرمونات الجلوكاجون والادرينالين، ودول بيدلوا ان الجلوكوز قليل، فبنعمل انهبيشن للجلايكوليسيس ونعمل استيميوليشن للجلوكونيوجينيسيس اللي هي الباسوي العكسي اللي بيكون لنا جلوكوز في الحاله دي. الهرمونال ريجوليشن، الكلام اللي قلناه عن الانسولين والجلوكاجون بنلخصه، احنا الكلام اللي فات كان كله عن الانزيمز. هنا الهرمونال ريجوليشن، الانسولين في الفيد ستيت ستيمولييت جلايكوليسيس زي ما قلنا عشان يخلص من الجلوكوز، الادرينالين والجلوكاجون اللي بيزيدوا في الفاستنج ستيت الجلوكوز قليل، دول انهبيتوري للجلايكوليسيس وبالعكس ستيمولييت الجلوكونيوجينيس. دي رسمه عشان نوضح الكلام اللي فات. بصوا يا شباب، الجلوكوز الخط الازرق ده الناحيه دي بيتكلم عن الجلايكوليسيس، فالجلوكوز بيتحول لفركتوز 6 فوسفات، ومن الفركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1 و6 باي فوسفات عن طريق الفوسفوفركتوكينيز 1، ومن الفركتوز 1 و6 باي فوسفات بيستمر لغايه الفوسفوينول بايروفيت، ومن الفوسفوينول بايروفيت عن طريق البايروفيت كينيز تحول لبايروفيت. السكه دي السكه اللي هي البلو دي. العكس الناحيه الثانيه دي سكه الجلوكونيوجينيسيس، دي اسماء الانزيمز بتاعت الجلوكونيوجينيسيس مش هنقولها دلوقتي، هتاخدوها قدام مع حد من زمايلنا، لكن لغايه لما تاخدوها. والفكره انه الاسهم اللي رايحه واللي راجعه اللي في النص دي اللي هي الريفرسابل ستيبس، فهو رسم لكم بس خطوتين من الريفرسابل، خطوه الفوسفوفركتوكينيز وخطوه البايروفيت كينيز، فهتلاقوا انه نفس الحاجات اللي بتعمل اكتيفيشن وانهبيشن هنا بتعمل العكس هنا، اللي ليه افكت على الجلايكوليسيس بيعمل عكسه في الجلوكونيوجينيس. فمثلا الفركتوز 2 و6 باي فوسفيت اللي احنا قلنا عليه ده مهم قوي، بيعمل اكتيفيشن للفوسفوفركتوكينيز عشان يعمل اكتيفيشن للجلايكوليسيس، لكنه في نفس الوقت بيعمل انهبيشن للفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز اللي هو موجود ناحيه الجلوكونيوجينيسيس، فهو هنا بيعمل اكتيفيشن لكن هنا بيعمل انهبيشن. نفس الكلام الاي ام بي، هنا بيعمل اكتيفيشن فوسفوركتوكينيز 1 اللي هو بتاع الجلايكوليسيس، لانه الاي ام بي معناه ان الطاقه قليله فعاوز يكسر جلوكوز. العكس هنا، لو ما فيش، لو في اي ام بي كتير معناها انه مش وقته ان احنا نكون جلوكوز، فبيوقف تصنيع الجلوكوز وبالتالي بيمنع، بيعمل انهبيشن للفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز اللي هو الانزيم بتاع الجلوكونيوجينيسيس، وهكذا. انا حبيت اجيب الرسمه دي عشان تفهموا الفرق، وانه في علاقه قويه جدا ما بين الريجوليشن اوف جلايكوليسيس والريجوليشن اوف جلوكونيوجينيسيس. وصلنا لعنوان امبورتنس اوف جلايكوليسيس. الحقيقه الجلايكوليسيس ليها فوائد كتيره جدا. نمره واحد، it is the major source of energy in certain tissues، وده الوظيفه العامه ان هي الطريقة المبدئية لاستخراج الطاقة من الجلوكوز، بالذات مهمة في الأماكن الأنيروبيك زي الـ RBCs والـ Skeletal Muscles. It provides pyruvic acid needed for Krebs cycle. زي ما فهمنا البيروفيت بيكمل، ما دام الخلية أيروبيك بتخش في كريبس وبتنتج مزيد من الطاقة، وكريبس ليها فوائد تانية غير الطاقة، انترميديتس بتتكون مهمة جدا. It is a link with fat metabolism. الحقيقة بتربط الجلايكوليسيس فيها ربطات كتيرة مع الفات، فالفات بيتحول لحاجات لها علاقة بالكربوهيدرات، والكربوهيدرات بيتحول لحاجات لها علاقة بالفات من خلال الجلايكوليسيس. It is a link with amino acid metabolism. نفس الكلام، 3 فوسفوجليسرات مثلا can be converted into serine amino acid and pyruvate into alanine and vice versa. تكوين مركب، وده مهم جدا في بالنسبة للتيشو اكسجينيشن، اللي هو 2-3 ديفوسفوجليسريت، مركب 2-3 دي بي جي، ده مهم جدا، بيتكون في الار بي سيز وليه علاقة كبيرة جدا بالتيشو اكسجينيشن. هناخد الكلام ده في الجلايكوليسيس ان ار بي سيز في السلايدز اللي جاية. جلايكوليسيس ان انيروبيك تيشوز از ذا ميجور سورس اوف لاكتيك اسيد. جلايكوليسيس اللي بتحصل في الانيروبيك بتكون لاكتيك اسيد. هي اللاكتيك اسيد ده بيستخدم استخدام كبير جدا في الليفر في تكوين الجلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس.
يعني الانيروبيك تيشوز بتكون اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده لان الانيروبيك تيشوز دي ما عندهاش سكه انها تستفيد بالبيروفيت بسكه تاني. اللاكتيك اسيد اللي بيتكون في الانيروبيك تيشوز زي الار بي سيز وزي الكونتراكتنج ماسلز بيطلع يمشي في البلاد ويروح الليفر. في الليفر بنعرف نستفيد من اللاكتيك اسيد ده عن طريق ان احنا نكون منه جلوكوز عن طريق عمليه الجلوكونيوجينيسيس. نيجي بقى للجلايكوليسيز الار بي سيز. ايه هي خواص الجلايكوليسيز الار بي سيز الخاصه جدا؟ يعني احنا كل الكلام اللي فات كان الجلايكوليسيز بصفه عامه، في الار بي سيز في سبيسيفيكيشنز معينه خاصه بالجلايكوليسيز الار بي سيز. نمره واحد ان الريد بلاد سيلز لاك ميتوكوندريا، دي احنا عرفناها. Therefore they are nearly completely reliant on glycolysis as a source of energy. بتعتمد كليا على الجلايكوليسيز كمصدر الطاقه الوحيد. RBCs محتاجة الـ ATP في A. RBCs need ATP mainly for sodium potassium ATP pump. ده أهم استخدام للـ ATP في الـ RBCs. إن الصوديوم اللي بيخش جواها بتعمل له بامبنج against concentration gradient عشان يطلع extracellular ويخش مكانه البوتاسيوم intracellular، وده محتاج ATPase. So decreased ATP لو الـ RBCs لأي سبب نقص فيها تكوين الـ ATP والسبب بيكون مشكلة في عملية الجلايكوليسيز اللي في الـ RBCs. Decreased ATP due to absence of glycolytic enzymes mainly lead to accumulation of sodium inside RBCs. ساعتها هيتراكم الصوديوم inside the RBCs and this leads to accumulation of water inside the RBCs by osmolarity ending in hemolysis of RBCs. وده بينتهي بعملية hemolysis of RBCs بسبب تراكم الصوديوم وبالتالي تجمع الميه جوه الار بي سيز، وده هيؤدي الى هيموليسيس يعني الخلايا دي تتكسر تفرقع. For example deficiency of كل الانزيمات دي هيكسوكاينيز فوسفو هيكسوز ايزوميريز فوسفو فركتو كاينيز 1 الدوليز فوسفو ترايوز ايزوميريز فوسفو جليسريت كاينيز اور بايروفيت كاينيز is associated with hemolytic anemia. دي كلها اسماء انزيمات عدت علينا في موضوع الجلايكوليسيز. نقص اي واحد بيؤدي مباشره الى هيموليتيك انيميا، لانه في الار بي سيز هينقص تكوين الاي تي بي، مفيش تكوين اي تي بي في الار بي سيز، يبقى الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي بامب فيلد، هيؤدي الى اكيوميليشن اوف صوديوم اكيوميليشن اوف ووتر، في الاخر هيموليسيس اوف ار بي سيز يعني هيموليتيك انيميا. The most common deficiency في كل الأسماء الإنزيمات دي الحاجة المشهورة الـ most common هي البيروفيت كاينيز deficiency. 3 فوسفوجليسريت وي. دي المخطط بس بالموليكولار فورمولا، ودي مش مطلوبة من حضراتكم، لكن هي نفس الفكرة. الواحد و3 باي فوسفوجليسريت. الفوسفات هنا هاي انرجي بيتحط على اي دي بي يكون اي تي بي 3 فوسفوجلسريت ويكمل في الجلايكوليز. ده السكه العاديه اللي فوق. السايد باس واي اللي ممكن يحصل في الار بي سيز انه عن طريق الميوتيز الفوسفات اللي في نمره 1 تتنقل لنمره 2 فيبقى اسمه 2 و3 داي فوسفوجلسريت، وبعد كده بالفوسفاتيز تتكسر الفوسفات دي وتطلع ايه بقى الـ importance of Rappaport Lübbring cycle؟ الكلام اللي قلناه قبل كده. نمرة واحد dissipation of excess ATP from RBCs. Glycolysis will continue without ATP production. This occurs when there is no ATP need in RBCs. زي ما قلت لحضراتكم الـ RBCs احتياجها الـ ATP محدود جدا في الصوديوم بوتاسيوم ATP pump، فبتحتاج انها تكمل glycolysis من غير ما تكون ATP يبقى in excess بالنسبة لها، فهي مش محتاجة فبتكمل جلايكولوسيس من غير ما تكون اي تي بي عن طريق الباس واي ده اللي هو رابابورت لوبرينج سايكل. السبب الثاني تكوين المركب المهم جدا اللي هو برودكشن اوف 2 3 دي بي جي داي فوسفوجليسريت اور باي فوسفوجليسريت بي بي جي ذات هيلبس ان تيشو اوكسجينيشن. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نشرح شويه ايه هي كلينيكال امبورتانس اوف 2 3 دي بي جي. ده مركب مهم جدا. المركب ده بيبقى موجود جوه الار بي سيز وبايند تو هيموجلوبين. It decreases the affinity of hemoglobin to oxygen helping oxygen dissociation and unloads oxygen in tissues for oxygenation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
ربنا عمل انه الهيموجلوبين وهو شايل الاكسجين ما يمسك بسبب وجود المادة دي اللي هي 2 3 دي بي جي، ما الهيموجلوبين ما يمسكش في الاكسجين قوي، لكن هم الهيموجلوبين وهو شايل الاكسجين هو باس باي تيشو هايبوكسيك تيشو، لما التيشو يبقى هايبوكسيك محتاج اكسجين معدي جنبه الهيموجلوبين وهو شايل الاكسجين، فالهيموجلوبين يرضى يسيب الاكسجين مش ماسك فيه قوي. مين اللي مخلي الهيموجلوبين مش ماسك قوي في الاكسجين؟ هي الماده دي ال 2 3 دي بي جي. 2 3 دي بي جي 2 3 داي فوسفوجليسريت decreases the affinity of hemoglobin to oxygen، ودي حاجه كويسه جدا عشان لما يبقى معدي جنب تيشو محتاج اكسجين this helps ال 2 3 دي بي جي help الاكسجين dissociation from الهيموجلوبين، يخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين وبالتالي unloading الاكسجين into tissues for oxygenation، ودي بيسموها produce shift of oxygen dissociation curve to the right، لدرجه انه لو نقصت كميه ال 2 3 دي بي جي الهيموجلوبين هيفضل ماسك، صحيح هو شايل الاكسجين بس ماسك فيه قوي، ليه هاي افينيتي وبالتالي مش هيحصل تيشو اكسجينيشن كويس فهيخلي التيشوز هايبوكسيك. الكلام ده ليه تطبيقات كتير، فربنا عمل مثلا انه لما نكون في مكان فيه هايبوكسيا، مكان في مثلا في الهاي ابتيتيودز فوق الجبال، في الناس اللي عندهم نقص اكسجين، ربنا عمل انه تعويضا عن الاكسجين اللي ناقص في الجسم كميه ال 2 3 دي بي جي بتزيد جوه الار بي سيز، ليفلز اوف 2 3 دي بي جي انكريزز ماركتلي ان بريفرال هايبوكسيك تيشوز اند هايبوكسيك كونديشنز، عشان يساعد الانلودنج اوف اكسجين، لانه كميه الاكسجين المتاحه قليله والتيشوز محتاجه، فال 2 3 دي بي جي لما بيزيد بيخلي الهيموجلوبين يتخلى عن الاكسجين بشكل اسرع، بيعمل حاجه اسمها شيفت اوف اكسجين ديسوسيشن كيرف تو ذا رايت، دي حاجه هتاخدوها في الفسيولوجي ان شاء الله. كماله الكلينيكال امبورتنس اوف 2 3 دي بي جي، دي حاجه مهمه جدا في بنك الدم، انه الدم اللي بيتخزن اللي هو ستورد في البلاد بانكس بكميه ال 2 3 دي بي جي بتقل فيه بمرور الوقت، يعني during storage of blood in blood banks 2 3 دي بي جي concentration decreases gradually to reach traces at 10 days. طبعا لو ادينا الدم بتاع اللي متخزن في بنوك الدم بالشكل ده للمرضى، الحقيقه هنبقى زودنا الهيموجلوبين، اديناهم هيموجلوبين بس هيموجلوبين من النوع السيء اللي هيفضل ماسك في الاكسجين وبالتالي التيشوز هتفضل هايبوكسيك. So hemoglobin of this blood has a high affinity to oxygen and is not suitable for blood transfusion to hypoxic patients suffering from respiratory disorders and severely ill patients. مش هيفيدهم، هيبقى مضر عليهم جدا. طب ايه الحل؟ فكروا يضيفوا مادة ال 2 3 دي بي جي نفسها على اكياس الدم، بس لقيوا انه ال RBC's membrane is impermeable to 2 3 دي بي جي، مش هيخش جوه الخلايا وبالتالي مش هيبقى مفيد. So instead of adding 2 3 دي بي جي بيضيفوا ماده اسمها اينوسين، دي ماده هتلاقوها موجوده جوه اكياس الدم. الماده دي بتضاف ليه؟ is added which penetrates the RBCs easily and is changed into 2 3 دي بي جي. يعني الانوسين دي ماده بتضاف في كيس الدم، لما بنسحب الدم وخلايا الار بي سيز بتبقى موجوده في الكيس، الانوسين بيتخلل داخل هذه الخلايا وداخل هذه الخلايا بيتحول الى 2 3 دي بي جي. اخر تطبيق لموضوع اهميه ال 2 3 دي بي جي، الفيتال هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين اللي موجود جوه الفيتس اثناء ما بيبقى انيوترس في بطن الام، بيمسك في ال 2 3 دي بي جي less strongly binds 2 3 دي بي جي less strongly than adult hemoglobin، وده مهم جدا. ليه؟ لانه بالسبب ده فيتال هيموجلوبين بيبقى ليه higher affinity للاكسجين than adult hemoglobin، وده اللي بيخلي الاكسجين pass from the mother to the fetus، ان الفيتال هيموجلوبين binding to oxygen لي higher affinity than the adult hemoglobin and therefore has a higher oxygen affinity to extract oxygen from mother's blood.
بعض الكلينيكال كوريليشن اللي تخص الجلايكوليسيس ان ار بي سيز، اولزو بوث هيكسو كاينيز اند بايروفيت كاينيز ديفيشنسي ان ار بي سيز ليد تو هيموليتيك انيميا، but they differ concerning 2-3 biphosphoglycerate level inside the RBCs. بصوا الهيكسوكاينيز ديفيشنسي والبيروفيت كاينيز ديفيشنسي في الRBCs الاثنين هيعملوا هيموليتيك انيميا بسبب نقص تكوين الاي تي بي في الRBCs. بس الحقيقه هيختلفوا في حاجه مهمه جدا تاني تخص الRBCs اللي هي كميه ال 2 3 دي بي جي او 2 3 ديفوسفوجليسرين. الهيكسوكاينيز ديفيشنسي لانه very early enzyme في الجلايكوليسيس، فالجلايكوليسيس بتقف بدري قوي فمش هيلحق يكون 2 3 ديفوسفوجليسرين وطبعا مش هيكون اي تي بي. ففي حاله الهيكسوكاينيز ديفيشنسي هيبقى في نقص في الحاجتين في الار بي سي، نقص في الاي تي بي يعمل هيموليتيك انيميا، ونقص في ال 2 3 ديفوسفوجليسرين وده يعمل ديكريز تيشو اوكسجينيشن. لكن في حالات البايروفيت كاينيز ديفيشنسي ده ذا لاست انزيم في الجلايكوليتيك باثوي، اخر انزيم في الجلايكوليسيس، وبالتالي هتفضل مشكلة انه نقص الـ ATP لأن البيروفيت كاينيز ده كان بيكون 2 ATP بـ Substrate Level Phosphorylation ودول مهمين جدا بالنسبة للـ RBCs، لكن مش هيبقى فيه مشكلة نقص الـ 2-3 DBG. ليه؟ لأنه الـ 2-3 DBG أو BBG هيكونوا تكونوا قبل خطوة البيروفيت كاينيز، وبالتالي في حالات البيروفيت كاينيز Deficiency هيبقى فيه نقص في الـ ATP يعمل Hemolytic Anemia، لكن مش هيبقى فيه نقص في الاثنين ثلاثة ديفوسفوجليسريت اللي هو بيأثر على التيشو اكسجينيشن، بالتالي التيشو اكسجينيشن هيبقى موجود نورمالي. In hexokinase there is decreased level of 2-3 BBG in RBCs leading to high hemoglobin affinity to oxygen that will be less available to tissues، بالتالي هيبقى فيه نقص التيشو اكسجينيشن. لكن on the contrary in pyruvate kinase deficiency 2-3 biphosphoglycerate level is increased inside the RBCs because deficient enzyme bypass the step of 2-3 biphosphoglycerate formation there is no problem in tissue oxygenation، لأنه النقص حصل بعد تكوين ل 2-3 BBG. ده عنوان جديد، هل في تميز للجلايكوليسيس in cancer cells؟ يعني لو في خلايا cancerous، خلايا سرطانية بعيد عنكم، هل بيبقى الجلايكوليسيس فيها ليه تميزه؟ الحقيقة أيوة. Rapidly growing tumor cells exhibit a high rate of glycolysis with inadequate oxygen supply. Hypoxia. يعني إيه؟ يعني لأن الخلايا بتنمو بسرعة جدا وبتتكاثر بسرعة جدا، فالblood supply اللي وصل لها بما يحمله من أكسجين بيبقى مش مكفي إنه يوصل كمية أكسجين كافية. فعلى الرغم ان الخلايا دي المفروض انها ايروبيك عادية واصل لها اكسجين، لكن كمية الاكسجين اللي واصل لها اقل من احتياجها، وعشان كده الخلايا دي بتكون لاكتات. Because tumor cells grow more rapidly than the formation of blood supply of blood vessels that supply oxygen. Thus in hypoxic tumor cells glycolysis produces lactate. This produces acidic local pH وده بيخلي خلايا تيومر acidic لأنها عمالة تكون lactic acid بيتراكم فيها. A situation that was utilized to develop cancer therapy that could be locally activated by this acidic pH. دي حاجة استخدمت لأنه glycolysis بتكون lactic acid في cancer cells، فاستخدمت الحقيقة دي في تكوين علاجات للكانسر. انتي كانسر ثيرابي يحصل له اكتيفيشن في الاسيديك بي اتش. عارفين مشكله الانتي كانسر ثيرابي الكيمو ثيرابي اللي بيستخدم انه بيدمر كل خلايا الجسم، عاوزين نعمل له اكتيفيشن بس جوه خلايا الكانسر بحيث انه ما يموتش غير خلايا الكانسر. هل ده ممكن من ضمن الميكانيزمز اللي اقترحت انه يحصل اكتيفيشن للكيمو ثيرابي للانتي كانسر ثيرابي في الاسيديك بي اتش وبالتالي يبقى لوكالايزد وفوكسنج على الكانسر سيلز بس بما ان هي فيها لاكتيك اسيد؟ الحقيقه ده استخدام تاني او كلينيكال ابلكيشن تاني للخصائص الخاصه جدا بتاعه الجلايكوليسيس في الكانسر سيلز. ده نوع اشعه مشهور جدا دلوقتي في تشخيص او ملاحظه الخلايا السرطانيه بتنمو بتقل بتزيد، متابعة الأمراض أو تشخيص لو في هيدن كانسر وعاوزين نشوفه هو فين. كله ده بيساعدنا في حاجة اسمها بيت سكان،
ايه فكرتها؟ بيستخدموا حاجة اسمها بوزيترون ايميتنج تريسر بيت جلوكوز انالوج فلورو دي اوكسي جلوكوز، حاجة شبه الجلوكوز اسمها فلورو دي اوكسي جلوكوز، تو ايدنتيفاي اند لوكالايز مالجنانت سيلز. ايه الفكرة فيها؟ خلونا اشرحها لكم وبعد كده نقراها. خلايا الكانسر خلايا سريعة جدا في الميتابوليزم وبالذات في الجلايكولوسيس في استهلاكها للجلوكوز، فهي بتاخد الجلوكوز بكثرة جدا والجلوكوز بيخش ويطلع عادي. بس الحقيقة احنا فهمنا انه الجلوكوز اول لما بيدخل الخلية ويتضاف له فوسفات عن طريق خطوة الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز، الحقيقة ما دام اتضاف له فوسفات بيحصل له انترابمنت جوه الخلية. فهي دي الفكرة، انه بيدوا حاجة شبيهة بالجلوكوز، الجسم هيتعامل معاها على انها جلوكوز. الحاجة دي اسمها فلورو دي اوكسي جلوكوز، ودي مادة فيها حاجة مشعة بسيطة بحيث ان الاشعة ينفع انها تلقطها، نوع اشعة معين ينفع انه يلقطها ويقراها. فالفلورو دي اوكسي جلوكوز ده لانه شبه الجلوكوز فكل الجسم هياخده، لكن بالذات خلايا الكانسر هتاخد الفلورو دي اوكسي جلوكوز ده بكميات كبيره، لان هو متعود خليه الكانسر تاخد الجلوكوز بكميه كبيره. اول لما تاخد الفلورو دي اوكسي جلوكوز هتشتغل عليها كانها جلايكولوسيس، لان قلت لكم الكانسر سيلز عنيفه جدا وسريعه جدا في استخدامها للجلوكوز وانها بتعمل جلايكولوس. فاول لما يشتغل عليها بالهيكس والجلوكوكاينيز هيتحول الى فلورو دي اوكسي جلوكوز فوسفيت، هيضاف لها فوسفيت عادي زي ما الجلوكوز هيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، الفلورو دي اوكسي جلوكوز برضه هيضاف له فوسفيت. واول لما يضاف له فوسفيت هيحصل له انترابمنت جوه الخليه، بس هيحصل له انترابمنت بكميه كبيره جدا اكتر من كل الخلايا الطبيعيه، لان الكانسر سيل بياخدها بكميه اكبر. لما المريض بياخد عينه الفلورو دي اوكسي جلوكوز ده بعديها بساعتين مثلا، يكون الفلورو دي اوكسي جلوكوز ده توزع على كل الجسم والخلايا خدته، ولو في كانسر سيلز خدته بكثافه اكتر، نبدا نصور باشعه مقطعيه الجسم كله وناخد مقاطع في كل اشعه في كل اجزاء الجسم، والاماكن اللي هتبقى بتحتوي على كميه كبيره من الماده المشعه دي اللي هي فلورو دي اوكسي جلوكوز دي خلايا نشطه جدا في انها تستقبل الجلوكوز وتضيف له الفوسفات كانها بتعمل عمليه جلايكوليسيس، بس بتعملها بعمليه بطريقه سريعه جدا وكبيره جدا. ودي بتقول لنا ان اماكن الخلايا دي خلايا نشطه، محتمل جدا انها تكون كانسر سيلز او تكون نشطه لاي سبب تاني. هو الموضوع مش دقيق قوي في انه يقول لي كانسر ولا لا، لكن موضوع دقيق جدا في انه يقول لي ان في مجموعه من الخلايا نشطه جدا في الجلايكوليسيس، في الابتيك اوف جلوكوز وفي الجلايكوليس. الموضوع ده ملوش مدار، لا ملوش مدار، لان الماده المشعه دي هي بمجرد الجسم مش هيكمل ميتابوليزم عليها، لكن بتعمل خطوه خطوتين وفي الاخر الجسم بيرفضها وبتنزل بيحصل لها اكسكريشن. بس تكون فادتني قبل ما يحصل لها اكسكريشن انها ادت درجه معينه من الاشعاع نعرف نستقبله في الاشعه اللي اسمها بيت سكان دي، في ان احنا نقول ده في خلايا نشطه في الكبد، ده في خلايا نشطه في الرئه، ده في خلايا نشطه في الاوفري مثلا، وهكذا بيشخص، او في العظم بيقول لنا فين خلايا نشطه كانسر سيلز استقبلت جلوكوز كتير وعملت له فوسفوريليشن واحتفظت بالماده المشعه دي فينفع نصورها. تعالوا نقرا الكلام ده عشان تفهموه. After administration of fluorodeoxyglucose, metabolically hyperactive cells اللي هي الخلايا النشطة جدا as tumor cells uptake large amounts of fluorodeoxyglucose، هتاخد كمية كبيرة من fluorodeoxyglucose. Inside the cell, fluorodeoxyglucose is converted to fluorodeoxyglucose 6-phosphate by hexokinase زيها زي الجلوكوز العادي. The intracellular trapped fluorodeoxyglucose 6 phosphate emits positrons، يعني دي مادة مشعة فبتطلع إشعاع. The tissues are assessed by combining PET scan. The intracellular trapped fluorodeoxyglucose 6 phosphate emits positrons. The tissues are assessed by combining PET scans with computer tomography اللي هو CT scan. Clinically, these scans are used in localizing metabolically active tumors. However, fluorodeoxyglucose PET scans are not tumor specific زي ما اتفقنا, because metabolically active inflammatory cells can result in enhanced uptake of fluorodeoxyglucose.
آخر موضوع هنتكلم فيه بخصوص الجلوكوز الجلايكوليسيس هو اللاكتيك أسيدوز. إحنا اتكلمنا عن اللاكتيك أسيد خلال الجلايكوليسيس إنه البلاد لاكتيت mainly comes from glycolysis in RBCs and muscles. الـ RBCs والمسلز دي أماكن أنيروبيك بسبب نقص الأكسجين ونقص الميتوكوندريا، وبالتالي الجلايكوليسيس فيها أنيروبيك فبتكون لاكتيت. اللاكتيت ده بعد كده بيخرج منها ويروح الدم. هيروح فين بعد كده من الدم؟ فيتس اوف بلاد لاكتيت عندنا اول حاجه it is taken up by the heart to be oxidized into pyruvate then to acetyl CoA that produces energy in Krebs cycle. اول مسار انه اللاكتيت ده يحصل له ابتيك في الهارت، وفي الهارت في اكسجين وفي ميتوكوندريا، فبيحصل خطوه بالعكس ان اللاكتيت يتحول لبايروفيت، والبايروفيت يكمل كانه مكمل في الميجور باسواي، ان البايروفيت بالاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن يتحول لاستايل كو اي ويكمل استايل كو اي لكريبس سايكل، وبالتالي اللاكتيت هيستخدم كسورس اوف انرجي في الهارت. الحاجه الثانيه انه اللاكتيت ده يحصل له ابتيك باي ذا ليفر اند كيدني to be converted into glucose by gluconeogenesis، ودي احنا كنا قلناها من ضمن الامبورتنس اوف جلايكوليزم. اللاكتيت اللي جاي من الانيروبيك جلايكوليسيس بيتجمع ويروح في الدم، ومن الدم يروح للليفر والكيدني عشان يستخدم فور جلوكونيوجينيسيس. اخر حاجه انه ممكن يحصل له اكسكريشن الصوديوم لاكتيت ان سويتند يورين. لو اللاكتيك اسيد في الدم زاد قوي حصل هايبر لاكتيميا، البلاد لاكتيت exceeds its normal level reaching more than 5 millimole normal level from 0.44 to 1.8 millimole لكل لتر. لو زاد عن 5 millimole لكل لتر this depletes the blood alkali reserve leading to lactic acidosis. Uncontrolled lactic acidosis could cause coma. ايه الموضوع؟ اللاكتيك اسيد ده اسيد اسيدك، وده بيأثر على البي اتش بتاع البلد. ربنا عمل انه في حاجة اسمها الكالي ريزيرف، حاجة الكالاين كده تتفاعل مع اي اسيد داخل الدم عشان تعمل له بافرنج تشيل الافكت على البي اتش بتاع البلد. فاللاكتيك اسيد على الرغم انه بيزيد شوية في وقت مثلا الاكسسيف اكسرسايز، لكن الزيادة دي محدودة جدا، وعندنا الكالي ريزيرف حاجة اسمها صوديوم بايكربونات بتعادل الاسيد ده وبالتالي لا يؤثر على البي اتش. لو كميه الاسيد اللاكتيك اسيد زادت جدا، وايه اسباب زيادتها؟ هو ده اللي هنقوله في السلايد الجايه. لو زاد كميه اللاكتيك اسيد جدا بحيث انها بقيت اكتر من كميه الالكالي ريزيرف، اكتر من كميه الصوديوم بايكربونات اللي ممكن يعادلها، ساعتها هيبتدي يحصل اسيدوزس سببه اللاكتيك اسيد، فبيسموه لاكتيك اسيدوزس. اللاكتيك اسيدوزس دي خطيره جدا لانها ممكن تؤدي في النهايه الى كوما. Uncontrolled lactic acidosis could cause coma. ايه هي الكوزز اوف هايبرلاكتيميا اللي ممكن تؤدي الى lactic acidosis؟ السبب الاولاني severe exhaustive muscle exercise that increase lactate production. لو في severe muscle exercise بيؤدي الى تكوين lactic acid كتير جدا يخرج للدم. ده بيزود اللاكتيك اسيد. الحاجه الثانيه انوكسيا، لو الجسم مش واصل له اكسجين وبالتالي معظم خلايا الجسم بدات تشتغل بانيروبيك جلايكوليس. انوكسيا ذات انكريزز لاكتيت برودكشن اند ديكريزز اتس يوتيلايزيشن از ان شوك، لو ضغط الدم قل قوي، اند ديزيزز ذات امبير البلاد فلو، ريسبيراتوري ديس اوردرز لو واحد عنده مشكله في التنفس فالاكسجين مش واصل للجسم بصفه عامه، سيفير انيميا، كل دي اسباب بتقلل وصول الاكسجين للجسم وبالتالي معظم الخلايا هتشتغل بانيروبيك جلايكوليسيس فتكون لاكتيت. الحاجه الثالثه في مجموعه من الادويه هايبوغلايسيميك انتي دايابيتيك دراجز ذات انكريز لاكتيت برودكشن باي انيروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز. في مجموعه من الادويه بتعالج الدايابيتس، دايابيتس في هايبر جلايسيميا، فمجموعه الادويه دي بتشجع الجسم انه يعمل anaerobic oxidation of glucose ويكون لاكتين. طب هو بيعمل كده ليه؟ لانه الحقيقه لما يأكسد الجلوكوز anaerobic هيكون كميه ATP قليله، هيكون 2 ATP بس، عكس لو كملها aerobic هيبقى من 36 ل 38. ومعنى ان كميه ال ATP اللي طالعه قليله انه هيحتاج يستهلك جلوكوز اكتر، فهيكسر جلوكوز اكتر وبالتالي هيقلل الهايبر جلايسيميا. يعني
يعني ده الميكانيزم بتاع الدراج نفسه، انه هايبوجلايسيميك انتي دايابيتيك دراج بيشتغل انه يوطي السكر عن طريق انه يخلي الجسم يتعامل مع السكر انيروبيكالي، فيخلي كميه الاي تي بي اللي طالعه قليله فيكسر جلوكوز اكتر. بس في مشكله كبيره سايد افكت مهم، انه بيكون لاكتيك اسيد كتير وبيعمل هايبر لاكتيميا وممكن تؤدي الى لاكتيك اسيدوزيس. اخر حاجه ليفر ديزيزز، بعض امراض الكبد. ليه؟ لانه الليفر من اهم الفيتس اوف لاكتيك اسيد، الليفر ده اللي بياخد اللاكتيك اسيد عشان يعمل منه جلوكونيوجينيس. فلو في مشكله في الليفر، الجلوكوز اللاكتيت هيزيد في الدم ومش هيتحول الى جلوكوز عن طريق الليفر، وده هيعمل هايبر لاكتيميا. Thank you.